اهلا وسهلا بكم متابعي المونديال في ليله جديده واستعراض لكل الاخبار المتعلقه بمونديال 2018 هنا في العاصمه الروسيه موسكو. نرحب بكم، كل التحيه من كل الزملاء في فريق العمل، الزملاء في الاعداد عبد العزيز الناجي صالح المرشد ومخرجنا عبد العزيز الوليعي ومني انا بندر الشهري وكل الزملاء المتواجدين. تحيه طيبه ورحب بكم وارحب بضيفينا لهذا المساء، نسعد بتواجدهما معنا لأول مرة في استوديو المونديال، الزميل العزيز عيسى الجوكم الناقد الرياضي المعروف. حياك الله أبو عبد الله. مرحبا أخي بندر. أيضا نرحب بأحد نجوم الكرة المصرية، لاعب منتخب مصر سابقا ونادي الزمالك، الكابتن الشهير إسماعيل يوسف. حياك الله كابتن إسماعيل. يا مرحبا بندر، يا مرحبا أستاذ عيسى. كل عام وأنت بخير بعد الزحمة. كل سنة وأنت طيب. يا مرحبا، شرفتنا في الاستوديو. الله يخليك. نبدأ إن شاء الله حلقتنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله متابعينا في المونديال، نبدأ أول أخبار في حلقتنا هذا اليوم حول الأخضر وآخر تحضيراته للمباراة المقبلة أمام المنتخب المصري الشقيق، حيث واصل منتخبنا مساء اليوم تدريباته في معسكره الحالي المقام في مدينة سانت بطرسبرغ استعدادا لمواجهة منتخب مصر الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب كأس العالم. وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينت سان بطرسبرغ بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير مع الحركة، تلا ذلك تمرين التهديف. بعدها قسم المدير الفني إخوان أنطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في المواجهة الماضية حيث خصص لهم تمارين خاصة بالكرة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وخصص لهم تمرين السرعات في مسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة. من جهة أخرى كشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن نتيجة فحص أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب الوسط تيسير الجاسم تعرضه لتمدد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر وحاجته للراحة والتأهيل. كما كشف فحص الأشعة سلامة المدافع أسامة هوساوي بعد شعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما خصص الجهاز الطبي للمنتخب الوطني تمارين خاصة للثلاثي عمر هوساوي وعلي البليهي ومنصور الحربي في النادي الصحي لشعور كل منهم بآلام في عضلات الفخذ.
سيجري المنتخب الوطني بمشيئة الله صباح غد السبت حصة تدريبية عند الساعة 11:30 صباحا على ملاعب التدريب، وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى مدينة فولغوغراد مساء غد عند 6:30 من مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرغ إلى مطار فولغوغراد الدولي. كان هذا الخبر الذي يتعلق بالمنتخب وتدريباته وآخر تحضيراته للمباراة المقبلة أمام منتخب مصر الشقيق. أبو عبد الله، خلينا نبدأ بالفحص الأشعة. تيسير الجاسم مصاب وأسامة هوساوي جاهز. يعني متوقع من إصابة تيسير في المباراة الماضية، هناك كثير من الأحاديث الإعلامية أنه لن يشارك أمام المنتخب المصري، وبالتالي لم يكن حقيقة القرار مفاجئ. بالتأكيد أسامة هوساوي ركيزة من ركائز الدفاع، وهو لاعب خبره يحتاجه المنتخب السعودي خاصة أمام المنتخب المصري. بدون شك أخوي بندر، المنتخب السعودي 180 درجة ما بين المباراة الأولى إلى المباراة الثانية، علينا أن نعترف بذلك. خلينا نتكلم أكثر أخوي بندر، أنه أنا أسمي المباراة الأولى بالصدمة، بمعنى آخر كانت خارج النص، وبعض المباريات في كأس العالم أكرر هنا ليس تبرير، ولكن هي فقط يعني للمجابهة أو للمقاربة. يعني اليوم لما انهزم المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا في البرازيل 7-0، كانت أمام أكثر من 100,000 متفرج. بعض المباريات هكذا تحدث، ما حدث في مباراة روسيا من وجهة نظري خارج النص ذهنيا ونفسيا وفنيا. ولو قدم المنتخب السعودي ما قدمه في المباراة الأخيرة أمام ألمانيا بنسبة 20-30% من وجهة نظري يتغير الوضع. علينا أيضا أن نعترف التقليل من المنتخب الروسي وأنه أضعف المجموعة، أضعف المنتخبات المجموعة، ساهم حقيقة أن في أن يلعب أو يلعب المنتخب السعودي بضغوط كبيرة أمام المنتخب الروسي في مباراة الافتتاحية، بمعنى آخر المطالب بالفوز وليس المستوى. وأعتقد هذه المعادلة هي ما أثرت على المنتخب السعودي في الأداء، وأيضا من الجانب أو من الناحية الذهنية. في المباراة الثانية بغض النظر عن الآراء المختلفة بأنه أداء مقنع أو مشرف أو حتى أداء عادي، ولكن علينا أن نعترف أن هناك تطور ما بين المباراة الأولى إلى المباراة الثانية. التغييرات من وجهة نظري يعني أتت ثمارها في المباراة الثانية، لكن في كل الأحوال وبعيدا عن منطق تبرير أو التطويل كما تقول وسائل التواصل الاجتماعي، علينا أن ننظر أيضا إلى المنتخبات الآسيوية. بندر، يعني المنتخب الياباني، المنتخب الكوري، المنتخب الأسترالي، عندما يخسر أي منتخب منهم يخسر بصعوبة. شاهدنا ذلك أستراليا أمام فريق أو أمام منتخب فرنسا، خسر بفارق هدف واحد 2-1، وفي الدقائق الأخيرة قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الدنمارك. المنتخب الياباني فاز على منتخب كولومبيا. الذي يقول أنه لا يمكن مقارنة الكرة السعودية بالكرة العالمية، أيضا عليه أن يعني أن يتجه إلى الضفة الأخرى وينظر إلى المنتخبات الآسيوية ماذا قدمت في هذا المونديال. طيب كابتن إسماعيل، كمتابع مصري أنت منتخب السعودية، كيف تقيم ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية؟ لا هو في فرق، وش اللي حصل في المباراة الأولى وش اللي تغير في المباراة الثانية؟ فرق كبير طبعا، يعني فرق كبير، لأن أنا يمكن حضرت مباراة الافتتاح، حضرت مباراة روسيا والسعودية. إحساسي إن اللعيبة كانت في رهبة بعض الشيء، إحساسي إن بيتزي فتح الجيم زيادة عن اللزوم، يعني برضو ما قدرش فرقة روسيا التقدير الكامل. دي حقيقتي، نظرتي من الملعب وأنا كنت موجود. في بعض اللعيبة صغيرة، في بعض اللعيبة ما عندهاش شخصية اللاعب الدولي، دي حقيقة، ودي بانت في هذه المباراة. الهدف البدري أثر على برضو مستوى فرقة السعودية، ومعنى ما قدروش يلموا نفسهم، زائد طبعا
المشكلة الأزلية بالنسبة للمنتخب السعودي شايفها أنا إن حراسة المرمى برضو أثرت، عدم وجود حارس بالمستوى زي محمد الدعيع دي فرقت مع المنتخب السعودي. يمكن التغييرات اللي عملها بيتزي وطريقة اللعب، لأن هو في الطريقة الأولانية كان مخلي منصور وشعراني والبريك طايرين على طول، ودي استغلوا المساحات بالنسبه للمنتخب الروسي. انما يمكن المباراه الثانيه مع اوروغواي وش اللي تغير؟ تغير طريقه اللعب، تغيرت الاهتمام، تغير حاجات كتيره بالنسبه للعيبه داخل الملعب. اللعيبه حسوا ان هم في موقف حرج جدا. انا شايف ان المنتخب السعودي افضل في هذه المباراه بمراحل، ولو كان في بعض الحظ كان ممكن المباراه تخلص تعادل. تهيئه اللاعبين في مباراه الافتتاح ما كانت جيده بالنسبه لك؟ لا، تتكلم عن معنويا ذهنيا نفسيا؟ لا، يعني اللعيبه كان احساسي بيهم ان هم يعني هيلعبوا منتخب عادي. احساسي بطريقه دي انا بقولها على المدير الفني، لان هو المسؤول على الجزئيه ديت. لان انا شفت الكلام ده في الملعب، في طريقه اللعب اللي لعب بيها المنتخب السعودي. طريقه لعب بتلعبها رايح اكنك تلعب في مباراه عاديه في اسيا، مش في كاس عالم، مش في بطوله كبيره، مش مع فرقه صاحبه الارض، مش مع فرقه عندها 3-4 لعيبه مميزين جدا، مش مع فرقه بتلعب على الكره الثانيه على طول بالنسبه داخل الملعب. التكتيك معين اللي هم كان بيلعبوه مع تشيريفيف، مع كولجن، مع الناس اللعيبه، في 4 لعيبه مميزين جدا. فاعتقد ان الدرس خده المنتخب السعودي برغم توافر حقيقه، يعني توافر الامكانيات من فتره اعداد، من احسن فترات الاعداد اللي اتعملت على مستوى المنتخبات. المنتخب السعودي الامكانيات، اتحاد الكوره، هيئه العامه للرياضه، وفروا كل السبل ان المنتخب السعودي يظهر بمستوى الأرض. انما الاحلام شيء وارض الواقع شيء تاني. احلامنا سابقه امكانياتنا. امكانياتنا مش الماديه وامكانيات البشريه. اتحاد الكوره، هيئه العامه للرياضه عملوا اللي عليهم بالنسبه للمنتخب، من تهيئه، من مدير فني، من معسكرات، من. انما داخل ارض الملعب الموضوع يختلف. احنا ينقصنا الكتير ان احنا ننافس او نظهر نعدي ادوار في كاس العالم. بس مع الاوروغواي قلنا لهم شكرا. طبعا صح، نطمح للمزيد. هو الجلد برضه يعني احنا برضه لما بنيجي نقصه يا بندر بنقصه زياده عن اللزوم على الولاد. لما بنيجي نقصه ولما بنيجي بنشكر زياده عن اللزوم، ما فيش التزام في الموضوع يعني. وبعدين في جبهه معينه استاذ عيسى بتبقى ضدك سواء انت كسبان او خسران، على طول دي مالناش دعوه بيها. يعني على طول. صحيح. يعني لا، بنشكرهم طبعا المباراه. احنا بنرجع ان شاء الله نستكمل حديثنا عن الاخضر السعودي. زميلنا ومراسلنا الجميل عبد العزيز الحميد في ريد سكوير، الساحه الحمراء الشهيره جدا في العاصمه الروسيه موسكو، التي تتواجد فيها العديد والعديد من الجماهير لكافه المنتخبات وتحديدا المنتخبات العربيه، التي قدمت صورة مشرفة من خلال أهازيجها وأغانيها واحتفالاتها وتفاعلها مع كل المباريات وليس فقط مباريات منتخباتها. عبد العزيز، مساء الخير. مساء النور ابن نواف، أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام من هالمنطقة الجميلة، هالمنطقة التي لا تخلو أبدا من الحضور الجماهيري الكبير على مستوى العالم من مختلف أطياف العالم، مش مجرد المنتخبات المشاركة جماهيرها، لا الجميع. يعني هالمنطقة تعتبر من المناطق المفضلة لوجود العديد من الخيارات الموجودة تحديدا في هالمنطقة. أيضا صراحة روسيا من خلال التنظيم جعلت من هالمنطقة منطقة جميلة، علما بأنها منطقة كبيرة، جميع الشاشات بأحجامها الكبيرة متواجدة لنقل الأحداث، أيضا على مستوى الكافيهات، على مستوى المناطق والطرقات كلها منظمة ومهيئة للجماهير، لا يوجد فيها أي ممكن سيارة أنها تعكر صفوة أي مشجع من خلال الازدحام أو مثالك. يعني نتكلم أيضا خلفي في هالمنطقة طبعا، وهي حديقة كرة القدم اللي يوجد فيها العديد من الخيارات للجماهير، هذه مخصصة للجماهير، جماهير كرة القدم الذي تحضر إلى هذه الساحة. موجود ملعبين كرة قدم، موجود ألعاب إلكترونية، موجود العديد من الألعاب اللي ممكن
ممكن يمارسها اي مشجع ويقضي وقت فراغه بشكل كبير بعد نهايه المباراه، علما بانه طبعا الان الساعه 10 وهو مغلق الان، وان شاء الله يوم غدا ان شاء الله يفتح ويحتضن مجموعه من الجماهير. ايضا جمهورنا السعودي كان يتواجد، يكونون افريقيا كره قدم يعني يلعبون اكثر من يعني من جمهور مع بعض يعني، وهذا بيني وبينك شيء مهم للثقافات بشكل كبير. اليوم صراحة سعيد بأنه معي ثلاثة عرب من مختلف الجنسيات العربية. أرحب بك حبيبنا من مصر، يعطيك الصحة والعافية، سعيدين بتواجدك معنا. منطقة حلوة وهادية وجميلة والتنظيم أكثر من رائع. المهندس محمد وفيق من مصر، جيت كأس العالم أكبر مهرجان كروي على مستوى العالم، وسعيد جدا أنه هو تنظم المرة دي في روسيا، بلد ليها ثقافة وحضارة وتاريخ، وده غير طبعا انها بلد جميلة جدا. اعتقد ان هم نجحوا في التنظيم بشكل كبير، وبنقول الكلام ده واحنا لسه بقالنا حوالي 5 أو 6 أيام بس من البطولة او اسبوع تقريبا. يعني مش عارف بعد كده هيبقى فيه ايه، يعني كل حاجة جميلة، الشوارع متنظمة، شبكة مواصلات على اعلى مستوى، المولات متجهزة كويس جدا. اللي طبعا اهم منطقة، منطقة المشجعين، منطقة الريد سكوير واللي حواليها، فيها كمية مزارات فوق عن حوالي 49 مزار مختلف، ما بين متاحف، ما بين مسارح، ما بين أماكن للتنزه، ما بين أماكن للجماهير إنها تعبر فيها عن حبها لفرقها. طبعا الجماهير بتتقابل مع بعض كل يوم، بيبقى في كونتاكت ما بين الناس وبعضها. واحلى حاجه في مهرجان كاس العالم ان الشعوب تتعرف لبعضها، دي رياضه في الاول وفي الاخر. احنا ما بنتكلمش في كاس العالم في الاصل على المكسب والخساره، اي فريق موجود في كاس العالم ده شرف كبير ليه، وسواء كان عربي او غير عربي. انا بنبسط بكره القدم، وبنتفرج على كره القدم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. عمرنا ما بندور على مين كسب ومين خسر قبل ما ندور على المتعه. اللي بيحب كرة القدم بيدور على المتعة الأول. وإذا كنا احنا كمنتخبات عربية لحد دلوقتي إن شاء الله، وبكرة بإذن الله الأمل في تونس كبير إن شاء الله، وبكرة مع بلجيكا ربنا يوفقها، وكلنا بنشجع تونس بكرة إن شاء الله، وده المفروض الود اللي يسود بين كل الفرق العربية. لكن أهم من المكسب والخسارة إن احنا نستمتع بالمهرجان. المهرجان السنة دي أنا يعني أول مرة أشوف كأس العالم بالطريقة دي، وسعيد جدا بروسيا، وشابول لروسيا فعلا على التنظيم. وان شاء الله نتفرج يوم الاثنين على ماتش مصر والسعوديه، يبقى فيه كوره حلوه، الفرقتين يقدموا كوره جميله. انا طبعا يعني بما اني مشجع للنادي الاهلي، والاهلي من الفرق اللي بتكسب على طول، اكيد بحب المكسب، لكن ان شاء الله باذن الله نستمتع بماتش حلو، مش مشكله مين يكسب ومين يخسر ان شاء الله. لا كده تخلي الكابتن اسماعيل ضيفنا الان يوسف يقول لك بعد الزمالك دائما يكسب. لا الزمالك ما بيكسبش، واذا كان الزمالك بيكسب يبقى السعوديه ممكن تكسب. لا السعوديه ان شاء الله تكسب. انتم الخمسه ما سجلتوا علينا خمسه بعد الخمسه اللي اعطيناكم اياها في القارات. سجلنا مره 3 ومره 2، ان شاء الله المره دي تبقى الخمسه. لا ان شاء الله لنا الخمسه. ان شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. ايش حاب تقول الكابتن اسماعيل؟ ما شاء الله مثل منتخب مصر لسنوات وكان من اللاعبين المميزين. الكابتن اسماعيل يوسف طبعا كابتن كبير، واشترك مع منتخب مصر في كاس العالم 90، من اللعيبه المهمين في تاريخ مصر ومن نجوم نادي الزمالك، واعتقد ان هو دلوقتي بيشرف على الكوره في نادي الزمالك، واتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله. بس الاهلي دايما كعبه عالي ان شاء الله. ان شاء الله بعد الزمالك ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك حبيبنا من تونس. ها مبسوط وفرحان؟ مبسوطين والحمد لله. جينا من مختلف دول العالم، من تونس، رحلات كانت رحلات خاصه من تونس لموسكو، يعني تقريبا 15,000 متفرج تونسي وعربي كذلك، يعني الحمد لله في اشقائنا العرب الجزائريين والمغربيين والمصريين والسعوديين اللي موجودين في روسيا. غدوه يعني ان شاء الله باش تكون حفله عربيه من اجل تشجيع الامل العربي الوحيد اللي يعني اللي مازال في هذه المهرجان الكروي الخاص كاس العالم، وبالتوفيق لمنتخبنا يا رب. معكم قلبا وقالبا، بس نبغى الثلاث نقاط. الثلاث نقاط نحن جينا من اجل الثلاث نقاط ولا غير، يعني ان شاء الله لا الجمهور مستعد، لو يعني الجمهور 15 متفرج من اجل الثلاث نقاط. نطلب من لعيبه ان شاء الله انهم يعني ما فيش دفاع وكله من اجل الانتصار، يعني لا لا الجمهور هذا لا يرضى الا بالثلاث نقاط. معكم كجمهور عربي يا حبيبي، شكرا لك، يعطيك العافيه. حبيبنا من الجزائر، شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف تنظر للمنتخبات العربية المشاركة؟ 4 منتخبات، هل قدمت صورة مميزة شرفتنا كعرب؟ أداء مميز؟ معكم صبور عبد الرحيم.
طالب في روسيا، أدرس في روسيا في موسكو. المنتخبات العربية ما شرفت، كانت خيبة أمل، كنا بننتظر ربع منتخبات ولو كانت نصفها تعمل تمر الدور الثاني، ولكن يبقى المنتخب التونسي غدا. احنا كل الجالية الجزائرية كنا دعمنا المنتخبات العربية، مشكورين. لا شكر على واجب، هذا واجب ما هو الشكر. وانت من المنتخب التونسي غدا نتيجة جيدة ان شاء الله. مشكور ان شاء الله. شكرا لك، تكسع والعافية حبيبنا. بندر، هذا مجموعة من الجماهير، يعني الحمد لله على الحب والوحدة ان شاء الله العربية. الصوت الصورة لك. شكرا عبد العزيز، يعطيك العافية. شكرا على هذا الجهد، على هذا التنوع الثقافي الشعبي العرقي، تنوع على كافة المستويات لاحظناه في موسكو من اول يوم تواجدنا فيه. بالفعل يعني مثل هذه التظاهرة العالمية الكبيرة لابد أن يكون لها مكتسبات وإضافة كبيرة لكل من يتواجد فيها من خلال مشاركته، سواء كمشجع أو كإعلامي أو كمسؤول أو حتى كلاعب. أعتقد أنها تظاهرة عالمية يتسابق عليها الجميع. نرحب بنعود بضيفينا وكابتن إسماعيل يوسف والأستاذ عيسى الجوكم. كنا نتكلم قبل ما نروح لعبد العزيز أبو عبد الله عن المنتخب السعودي، نرجع نتكلم عنه مرة ثانية، نشوف كيف نتعامل مع المباراة المقبلة. هل نتعامل معها أنها مباراة تشريفية ولا نتعامل معها مباراة جدية؟ تابعنا اليوم مباراة البرازيل، أي نيمار، وهو نيمار الذي تطارده الأندية الكبيرة، لاعب الملياردير النجم الشهير، بكى ويسجل الهدف الثاني دقيقة 96. شوف هذه الرسالة، أنا يعني أتمنى حقيقة كل لاعب سعودي شاهد نيمار اليوم وهو يبكي بعد الهدف الثاني. كأس العالم قيمة وتاريخ لا يمكن تعويضه. قد تشارك في هذا كأس العالم هو الوحيد، ربما تحتزل، ربما لا يتم اختيارك في المونديال القادم، ربما صحيح. هو تاريخ وقيمة، وبالتالي المنتخبين السعودي أو المصري بالنسبة لكل لاعب بالنسبة لكل منتخب هي قيمة وتاريخ سيسجل، وبالتالي هي ليست مباراة تحصيل حاصل رغم أن خروج الفريقين من الدور التمهيدي وعدم تأهلهما إلى الدور الثاني. هي مباراة للتاريخ، هي مباراة إلى اللاعبين، وبالتالي كل من يقول أنها مباراة خارج الصندوق أو خارج النص بالنسبة للمونديال فهو واهم. وأعتقد أنه هذا ما يجب حقيقة أن ينظر له اللاعبين المنتخب السعودي، لأنها مباراة ذات تاريخ وذات قيمة، تسجل إلى اللاعب، تسجل إلى منتخب وطنك. بالإضافة أخوي بندر، تطرقت إلى قبل المنتخب السعودي إلى الفعاليات حقيقة في الساعة الحمراء. شوف قبل بدء المونديال بيوم واحد كان الجمهور السعودي في الساعة الحمراء هو الجمهور رقم 2 بعد الجمهور الأرجنتيني في الأهازيج. كان كل المارة حقيقة يتوقفوا عند رابطة الجماهير السعودية. هناك ثقافة أرسلت أيضا بين المجتمع السعودي المجتمع منفتح، هناك العوائل صحيح. الأب والأم والأبناء صحيح. بصورة محتشمة أعطيت حقيقة أو أعطوا رسالة أو أعطوا ثقافة إلى كل من يتربص بالمملكة العربية السعودية. أتمنى كنت استمرار الجمهور السعودي والروابط الحاضرة حقيقة في موسكو يوميا، لأن يوميا حنا نشاهد كل جماهير الأندية صحيح. كل جماهير المنتخبات عفوا، حتى جماهير الأندية متواجدين. نعم، لديهم روابط الأندية بالتأكيد. كلهم كانوا موجودين هنا. أتمنى أن تستمر حتى آخر يوم حقيقة، لأنه بالنسبة لهذا التجمع هو أيضا مطلوب من قبل الجماهير حقيقة تقديم الصورة السعودية في الساحة الحمراء كما هي كل المنتخبات، حتى المنتخبات الخاسرة تتواجد وبقوة. كابتن إسماعيل، مش فقط القاهرة المدينة التي لا تنام، حتى موسكو موسكو طبعا حتى موسكو شوف ليل نهار أصلا ما في، يعني ما في إلا أربع ساعات ونص تقريبا، الباقي كله نهار المدينة التي لا تنام فعلا. يعني إن شاء الله أنك استمتعت في تواجدك هنا في موسكو. جدا جدا. بس ليه تعليق على الأخ المهندس المصري اللي اتكلم. طبعا برحب بيه في موسكو، واضح ان هو اعدانه هنا واعجابه بموسكو فقدته الذاكره بعض الشيء. يقول لك الزمالك ما بيكسب، لا الزمالك بيكسب على طول الحمد لله. بس يقول دائما الغلبه الاهلي على الزمالك. لا في الفتره اللي هي قبل كده، لكن الفتره الاخيره لا، نادي الزمالك واخد 5 كاس ورا بعض الفتره. الجماهيريه الاكثر لمين؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الزمالك طبعا. الزمالك بالنسبه لي
ايش رايك ابو عبد الله؟ والله انا يعني بس الاهلي اكثر. دي توقعات حضرتك، لكن نادي الزمالك هتلاقيه في الدول العربيه في افريقيا نسبته اكبر بكثير. بس تعتقد ان المشاكل في الزمالك في العشر سنوات الماضيه والخمس سنوات الماضيه ما اثرت عليه؟ يعني الفتره يعني قبل الفتره دي، يعني قبل الفتره دي فعلا كان في مشاكل كبيره جدا. يمكن اخر اربع سنين قدر نادي الزمالك يحسن ويرجع لمكانته الطبيعيه. طيب نرجع للتجمع اللي حاصل هنا في موسكو، تجمع منتخبات العربيه. اكيد انت تابعتها عن قرب كابتن. جدا. ومنتخب مصر يعني برضو انا احب اتكلم على منتخب مصر وعلى احساس الناس والجمهور والشعب المصري بمنتخبه. يعني في بعض الهجوم اللي حصل الفتره بعد مباراه اول امبارح على المنتخب المصري، واحنا مش عايزين ننسى المنتخب المصري قعد ثلاث سنوات يقاتل ثلاث دورات ورا بعض ان هو يخش بس كاس الامم الافريقيه. بعد 2010 2012 و14 و16 احنا ما تاهلناش اساسا للامم الافريقيه. وبقى لنا 28 سنه ما تاهلناش لكاس العالم. جه المنتخب ده مع كوبا، اتحاد الكوره مع كوبا، قدر يرتقي بسقف طموحات المنتخب المصري والجمهور المصري ان يتاهل بعد فتره غياب ثلاث دورات لكاس الامم ويوصل للنهائي، ودي حاجه تحسب له ونشكره، ويتاهل لكاس العالم. واي مدرب رندر في الدنيا بيبقى نتائج. النتائج هي اللي بتحكم الاداء في جزء خاص. احنا زي ما اتكلمت مع حضرتك فيه ان احنا فعلا الاداء كنا نطمح ان هو يبقى احسن من كده، لكن في مكتسبات كتيره حصلت في اشتراكنا من احسن 32 دوله كاحنا والسعوديه وتونس والمغرب. اول مره في تاريخ كاس العالم يبقى فيه اربع دول عربيه، ودي مكتسب بالنسبه للمنتخب المصري ان هو لعب في كاس عالم، ان هو احرز هدف في كاس عالم بعد الهدف. بس غادرنا مبكرا يا كابتن اسماعيل، والله ثلاث منتخبات عربيه، باقي الامل الوحيد في منتخب تونس. ان شاء الله ربنا يكرمهم بكره باذن الله، لان هم برضه منتخب قوي. لكن يعني هذا واقعنا في كاس العالم، الحقيقه ده واقعنا في كاس العالم، ومحدش يزعل من الكلام دوت، ان احنا احلامنا زادت عن امكانياتنا على ارض الواقع، وعايزين ناخد من النقطه ديت نقطه انطلاق مش نقطه هدم، ولا نكسر في المنتخبات منتخباتنا العربيه، ولا نكسر المنتخب السعودي، ولا المنتخب المصري، انما نبتدي نبني احنا بعاد فنيا عن دول اوروبا وعن امريكا اللاتينيه. طيب ودي حقيقه. طيب منتخب مصر وش اللي تعرض له في المباراتين الاولى والثانيه؟ يعني كانوا بعض الجماهير العاشقه للمنتخبات العربيه او حتى الجماهير المصريه وحتى الجماهير الخليجيه ايضا كانوا يقولون المنتخب المصري نراهن عليه. ليش؟ دائما في البطولات الكبيره يلعب بالروح، يلعب بقتاليه بتنافسيه كبيره، بس ما شاهدنا نتيجه ايجابيه. يمكن حتى في المباراه الاولى كان افضل مباراه الثانيه، افضل بكثير. لان طبعا افضل بكثير، لان برغم غياب محمد صلاح، هو طبعا غياب محمد صلاح بالنسبه لنا يعني فرق مع المنتخب المصري بنسبه 70%، لان احنا اعتمادنا التهديفي والاساسي عليه. ودي برضو اللوم اللي انا كنت بلومه على الجهاز الفني، ان هو ما عدش البديل المناسب في بلد فيها 100 مليون، فيها حوالي 5 مليون لعيب، ان احنا نقدر نعد لعيب يبقى فرود وبديل لمحمد صلاح، او هو ما فيش بديل لمحمد صلاح بس يبقى قريب يقدر يعتمد عليه. بس لكن حتى اللاعب الواحد اليوم لو ننظر الى البرتغال ودون يعني معليش هي كره جماعيه وهي 11 لاعب طبعا، بس لاعب واحد ايضا يقدر يفرق. بس منتخب البرتغال ابو عبد الله منتخب بطل اوروبا، كل ابطال اوروبا مع لعيبه جامده. صحيح، ولكن انا اعتقد انه هو يعني اللاعب يستطيع ان يصنع الفرق. المثال البرتغال صنع الفرق في المباراتين بالنسبه الى الدون. بالنسبه للمنتخب المصري كابتن، المنتخب السعودي اوكي اكل الطعم في المباراه الاولى، كان المفروض تكون جلس انذار بالنسبه للمنتخب الروسي على اساس انه هو المنتخب الروسي منتخب ضعيف، منتخب اللاعبي يتمتعون ببنيه جسمانيه قويه، حركه بطيئه، ما شاهدناه في المباراه.
يقال عن المنتخب الروسي طبعا. حتى احنا انخدعنا بالمباريات الودية. المنتخب السعودي اكل الطعم في المباراة الاولى، كان مفترض جرس انذار حقيقي للمنتخب المصري. ما يعني ما شعرنا في مباراة مصر وروسيا ان كان هناك انذار سابق من المنتخب الروسي الى المنتخب المصري. هو المنتخب المصري ادى الشوط الاول مستواه كان جيد مش عالي، انما ما كانش ينبئ ان ممكن في 10 دقائق يجي فينا قله التركيز طبعا واخطاء فرديه ادت ان منتخب روسيا يجيب 3 اهداف في وقت طبعا كان بالنسبه لنا الجيم خلص حتى بعد ضربه الجزاء. انما الحقيقه ان روسيا كانت افضل على ارض الملعب في هذه المباراه. كنا نتمنى المنتخب المصري على اقل تقدير ان هو يتعادل، انما الفوارق طبعا الفنيه وضحت والفوارق البدنيه وضحت في هذه المباراه. اكبر المشاكل الظاهره في منتخب مصر في المباراتين بالنسبه لك؟ بالنسبه لي الكره الثابته اللي علينا، كره عرضيه. الجزء الثالث الاخير في الهجوم ما فيش فاعليه تذكر يعني، حتى بوجود محمد صلاح راجع من الاصابه قدر ان هو يعمل حاجه، لكن حتى لما موجود محمد صلاح برضو عندنا مشاكل كبيره جدا في الثالث الاخير في التكتيك بتاع. توقعتوا كمصريين ان يظهر منتخب مصر بهذا الشكل؟ لا احنا توقعتنا، ولا كنتوا تتطلعون تتاملون نطلع احسن من كده؟ لا احنا كان في امل كبير ان تتاهلون نتاهل يعني. الحقيقه هزيمه وجهه نظر هزيمه مباراه اوروغواي هي اللي ادت لعدم التاهل في الدقيقه دي، في الدقيقه 90 يعني. لو المباراه خلصت تعادل كان الامور كانت تختلف امام الفريق الروسي. بالنسبه انا وجهه نظر المنتخب السعودي يختلف عن المنتخبات الثلاثه المصري والتونسي والمغربي. بالنسبه الى يعني اداء اللاعب داخل الملعب، انا بقول لك ليش. المنتخب المصري بعد احتراف لاعبيه الخارجيين لا واضح جدا، حتى لو خسر مع الاوروغواي خسر في الدقيقه الاخيره واثر عليه نفسيا في المباراه التاليه. منتخب المغرب خسر بهدف الصرفه امام ايران وحاصر منتخب البرتغال طوال اكثر من 80 دقيقه، كان منتخب البرتغال يلعب داخل ملعب والمنتخب المغربي هو المتسيد المباراه. كذلك المنتخب التونسي قدم في المباراه الاولى اداء رائع. اللي اريد اوصل له اخوي بندر الاحتراف الخارجي لابد للكره السعوديه من في كل مونديال او مشاركه دوليه للمنتخب السعودي نعود الى تكرار نفس الاسباب. اعتقد الاحتراف الخارجي هو الحل الوحيد. خلينا يعني نتحدث اكثر وقفه اللاعب السعودي، الرهبه من هذه المباريات. لو كان لديك لاعبين محترفين في الخارج لما كان الوضع المنتخب السعودي على ما هو عليه الان، رغم توفر الامكانيات الكبيره حقيقه المنتخب السعودي لا اعتقد انه متوفره للمنتخبات العربيه. وبالتالي كل الحلول التي تطرح بدون ان يكون هناك نصيب للاعب السعودي في الاحتراف الخارجي يعني سيتكرر المشهد الموقف في بطولات قادمه. نتمنى حقيقه ان يكون هناك توجه كبير جدا. طبعا معالي المستشار بدا انه هو يعني في الاعلان عن ارسال بعثات في اللاعبين من سن يعني 12 بالتاكيد، وهذا بدايه الى 2026 حقيقه. وهذا هو المطلوب، التخطيط للمدى البعيد. الحلول الوقتية ملل أو يعني تشبع منها المنتخب السعودي والإعلام السعودي، لابد أن تكون هناك خطوة عملية، وهذه الخطوة لا تتم إلا بالاحتراف الخارجي. يعني مع فارق التشبيه فقط 3 أشهر احترف لاعبي المنتخب السعودي، شفنا سالم مؤدي كأداء من وجهة نظري عالي يرتقي حقيقة الأداء البدني والفني إلى اللاعبين الدوليين الآخرين في المنتخبات الأخرى. كل الأمور ما عدا ذلك من علاج. نعم نحترم أن يكون الدوري دوري قوي ودوري مثير، ولكن بدون تواجد اللاعب السعودي في الخارج والاحتراف الخارجي لن تكون هناك يعني لا أريد أن أبالغ لن تتطور الكرة السعودية. هذا اللي فقط ينقصنا كابتن إسماعيل الاحتراف الخارجي. يعني خلينا أتكلم لك بشكل عام، مصر السعودية المنتخبات العربية بشكل عام، إلى متى وإحنا نشارك من أجل المشاركة فقط؟ متى ننافس؟ متى نصل هالمرحلة؟
نقارع المنتخبات. لا ده في حاجات كتيرة مش احتراف خارجي بس، يعني التطوير في المنظومة الرياضية ككل، بداية من اتحاد الكورة، بداية من الأندية، بداية من الدوري بتاعنا. طيب اللاعب نفسه ما عليه مسؤولية؟ اللاعب عليه مسؤولية، هو الأساس في الموضوع. إن اللاعب، لا أنت بتقول الانفتاح والاحتراف على أوروبا مش في سن 25 أو 26 سنة، ده سن معين لازم يطلع فيه اللعيبة. صحيح. والمدرب كمان لازم يتطور، المدرب اللي موجود في أرض الوطن لازم يبقى معمول بعثات، ولازم يبقى فيه دراسات، ولازم يبقى فيه أندية بيبقى فيه توأمات بيننا وبينهم على طول. يعني الفكر ذات نفسه لازم يتطور، اللي هو في الأساس في الموضوع الأساس. ممكن هيئة العامة الرياضة تعمل خطة كبيرة جدا وهي ما أثرتش، أو وزارة الشباب والرياضة عندنا ما بتأثرش، إنما الأساس في الموضوع اللاعب ذات نفسه، دماغه، ثقافته، هو عايز إيه من الموضوع. لازم يطلع بدري، لازم يعرف معنى الاحتراف إيه، معنى بلد بيلعب باسم بلد إيه، زي ما قال الأستاذ عيسى، كريستيانو ولا نيمار، دول لعيبة مش ناقصين فلوس. الموضوع مش فلوس بس. صحيح. الموضوع مش ماديات، الموضوع إن إحنا بنلعب باسم بلد، وبيحرص إن هو يكون موجود، التزام، وبيفكر ازاي يخدم بلده. الثقافة كاملة، الثقافة كاملة تتغير. لازم تتطور هي دي. طيب. لو ما تطورتش هنفضل محلك سر. وش اللي اختلف الاجيال السابقة جيلكم، ودائما احنا نتغنى بالزمن الجميل، والجيل الحالي؟ وش المقارنات كلاعبين على مستوى اللاعبين؟ احنا قيمة اللاعب اتكلم، قيمة اللاعب وموهبة اللاعب. القماشة كانت كبيرة بالنسبة في وقت السعودية أو منتخب مصر، كان عنده مفيش نجمة أو اتنين في الفرقة، ده فيه بتاع 15 أو 16 نجم. يعني بص دكة الاحتياط بالنسبة للمنتخب السعودية أو منتخب مصر سنة 94 أو 96 أو 98 بيبقى فيه نجوم قاعدة برة. دلوقتي في ندرة في المواهب، الموضوع بقى مصنوع أكتر منه، الاهتمام أكتر بالنسبة للعيب، مش حياته كلها الكورة، حياته جزء من حياته الكورة، إنما بقيت دماغه كلها بيفكر في ماديات، بيفكر إن هو سناب شات، بيفكر في تويتر. أنا بكلمك بجد، الكلام ده ما كانش على أيامنا، مش موجود. تركيزنا كله مريحين ملعب. دماغكم مريحين دماغنا وقصدين إن احنا نريح دماغنا. طبعا الظروف، الحياة طبعا، والتطور التكنولوجي ما كانش موجود وقتنا. صحيح. لكن كان في ناس مركزة، كان في كباتن كبار، كان في، قول لي مين قائد منتخب السعودية، قائد منتخب مصر داخل الملعب اللي هو يقود الفرقه ويشد الفرقه ويبقى فيه قدوه كبيره. يعني الموضوع اختلف، جوده اللاعب جوده اللاعب التالنت بتاعه اختلف عن اللي فات. ابو عبد الله، ايش رايك في الكلام؟ يعني وشو المقارنه بين الاجيال؟ بالتاكيد الكره السعوديه هو المقياس جيل 94، اللي هو ليس فقط المشاركه، مشاركه اولى والتاهل للدور الثاني، وربما هو المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل إلى الدور الثاني رغم المشاركات الكثيرة للمنتخبات العربية. بالتالي الكرة السعودية بالتأكيد دائما جيل 94 هو الذي يسلط عليه الضوء. ولكن أخوي بندر، لكل جيل أدواته. أنا حتى قبل المونديال بعض النقاط، ليس تقليلا في اللاعبين الحاليين، يعني الجيل الحالي لا يمثل جودة الأجيال بالنسبة للكرة السعودية، وبالتالي البعض كان سقف الطموح ليس لديه عالي، هو تقديم مستوى وأداء مشرف في المونديال، في المونديال الحالي. في كل الأحوال أنا اليوم لما تقارن جيل الكرة السعودية تفتقد إلى مهاجم أساسي، تفتقد إليه يا بندر. حارس يتغير من مباراة إلى أخرى، بينما في الجيل 94 هناك اللاعب الاحتياطي ربما أفضل من اللاعب الأساسي، هناك أكثر من مهاجم، هناك أكثر من حارس. تستطيع حقيقة من خلال النظرة إلى قائمة المنتخب من ما بين الأساسي وما بين الاحتياطي تكتشف أن هناك خلل واضح جدا في نوعية اللاعبين لدى المنتخب السعودي في هذا الجيل. هذه أبو عبد الله اللقطة اللي ظاهرة معنا مع مخرجنا عبد العزيز الوليعي، لقطة من داخل الأسواق، التجمع الكبير اللي يحصل للجماهير في الساحة الحمراء، الجماهير اللي دائما تتواجد في هذا المكان تحتفل بشكل كبير. أكثر منتخب أو أكثر جماهير لفتت نظرك أبو عبد الله؟ الكثافة، التفاعل، مكسيك كان الأرجنتين مسيطرين
قبل البطولة وأول يوم بعد ال والله مو بس الارجنتين ترى حتى المنتخب الجماهير البيروفية صحيح البيروفية كانت أكثر الجماهير كثافة متواجدة في كل مكان تكفلت فيهم الحكومة البيروفية بعدد كبيرة ونقلتهم إلى موسكو لكن مثل ما تفضلت بعد الخسارة بعد ما غادروا اختفوا ما عاد صرنا نشوف أحد يعني نادرا الجماهير المصرية برضو في سان بطرسبرغ موجودين صحيح موجودين بكثافة كبيرة جدا واحد يعني 31 ألف كان في المباراة ما شاء الله وكانوا عاملين قبل المباراة بيومين هزيج يعني أنا حسيت إن أنا في المهندسين عندنا ما شاء الله لا مصر الجماهير المصرية في كل مكان كمان مو بس في موسكو ها إيه برضو أنت عديتهم ولا إيه والله شوف الاحتفالات هذه هنا لما تصير بينها يصير فيها نقاشات يصير فيها أحاديث يصير فيها أحيانا مشاكسات ما بين الجماهير العربية هي اللي يمكن خلينا أقول لك أضفت نوع يعني نكهة جميلة على التنافس ما بين المنتخبات العربية لكن النتائج ما ساعدتنا كمنتخبات عربية يعني لم ينجح أحد ولا أنا شوف بالنسبة للمنتخب المغربي من وجهة نظري غير محظوظ في المباريتين حقيقية قدم مستوى كبير جدا منتخب التونسي أيضا طبعا ما زال الأمل موجود بالنسبة للمنتخب التونسي في المباراة يقابل بلجيكا بس لا ننسى أيضا أن بلجيكا قبل المونديال خامس تصنيف العالم وجيل بلجيكا في هذا المونديال يراهن عليه إلى ذهاب بعيدا في البطولة فبالتالي أيضا أنا أقول يعني حظة شوية من أمام الكرة البلجيكية ولكن في كل الأحوال نعم لم ينجح أحد لأنه لم نتطور عن السابق في المشاركات السابقة أول المنتخبات خروجا كانت المنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب السعودي وبالتالي نقول نعم وبالفم المليان لم ينجح احنا عايزين بقى من هنا نقطة ونبني على اللي احنا اكتسبناه هل ان احنا اكتسبنا حاجة كعرب ان في كأس العالم ده اكتسبنا نبني بقى من هنا ما نهدش يعني الجزء بتاع الاحتراف الجزء تطوير المنظومه في افكار كتيره جدا تفيدنا كعرب ان احنا نتطور ويبقى المشاركه القادمه افضل بكتير جدا من مشاركتنا الحاليه اليوم وانا جاي في طريق للاستوديو انا وزملائي فاستوقفنا واحد من المشجعين المغرب منتخب المغرب فلما قال انتم سعوديين وكذا قال مباراتكم الجايه السعوديه مصر قلت له اي نعم مع مصر ان شاء الله قال خلوها 20-20 30-30 تعادل بينكم قلنا ليش استغربنا قال الهداف يطلع لاعب سعودي ولا يطلع لاعب مصري هداف التاريخ في المونديالات السابقه انت عايز الفيفا يشطبنا لا لا ما يصير كذا الفيفا ممكن يسوي لنا مشاكل بعدين احنا كمنتخبين راح نتعاون مع مباراه رسميه مباراه يعني هي مباراه رسميه ولكن نتعاون مع مباراه يعني للتاريخ زي ما قلت كابتن اسماعيل تسجل للتاريخ على مستوى اللاعبين على مستوى تاريخ المنتخب على مستوى حتى المشجعين زميلنا عبد العزيز الحميد في الساحه الحمراء ايش رايك تروح لك كابتن اسماعيل يلا بينا يلا خلينا نشوف عبد العزيز وليعي مخرجنا عبد العزيز الحميد مراسلنا الجميل في الساحه الحمراء عبد العزيز عطنا جديدك يعطيك العافية أبو نواف ما في جديد فيه طبعا الجماهير لها كل جمهور له تقليعاته لها أجواء مختلفة تسوين حياة في هالشارع تحديدا اليوم بصراحة ارتحنا شوي من الجماهير الأرجنتينية اللي كانت مسببة إزعاج كبير بعد طبعا الحالة اللي يمرون فيها الآن المنتخب الأرجنتيني لكن الجماهير المكسيكية حابين يسمعونكم كذا فقرة بسيطة أوكي مكسيكو تفضل ابو نواف شكرا عبد العزيز يعطيك العافيه شكرا ها يبي لك مترجم عاد على اللي جنبك هذا عاد الجماهير المكسيكية معجب فيهم عيسى الجوكر راحت على الفريان عاد ابو صالح يدور هالفرص ها ما شاء الله تبارك الله للامانه لا يعني الوفد السعودي تحديدا ابو عبد الله والله مليون تحيه اعجاب وتقدير
على الصورة المشرفة اللي رسمها في المونديال. يعني بالفعل بالفعل والله أنا أقولها وأنا صادق إن شاء الله، كانوا خير سفراء لوطنهم. أتكلم عن الجماهير السعودية اللي تواجدت ودعمت المنتخب السعودي في مؤازرتها، في مساندتها، في أحاديثها، في حتى انفتاح وتعاملهم مع الشعوب الأخرى. يعني أخوي بندر، هناك الجميع يعرف هناك حملات مشوشة ضد المملكة العربية السعودية، ضد المجتمع السعودي. يعني اليوم المجتمع السعودي من خلال جماهيره حقيقة اللي قلت لك إياها، واللي طالبت حقيقة أنه تستمر فعالياتهم في الساحة الحمراء، أعطت رسالة. أنا واحد حضرت حقيقة قبل مباراة الافتتاح بيوم واحد وشاهدت حقيقة عملية الإعجاب والاستغراب من بعض الشعوب عندما جاءوا للمملكة العربية السعودية. كان هناك الكثير من أسئلة، قلت لك أنا قدمت الجماهير وجه حضاري من المملكة العربية السعودية. هناك العوائل، هناك الاحتشام، بمعنى آخر من يصف المجتمع السعودي بالمنقلب أو المتخلف. أنا أعتقد كانت هنا رسالة واضحة، وقدموا حقيقة مثل ما أشرت أنت، قدموا الشباب الصورة المثلى حقيقة للجماهير السعودية. نعم، قيادتنا الرياضية اهتماماتها اشتملت على العديد والعديد من كل أطياف المجتمع السعودي. أحد هذه الاهتمامات واللي اهتمت فيها بشكل كبير وكبير جدا قيادتنا الرياضية أبناء الشهداء، اللي وفرت لهم كل التسهيلات والجهد الكبير من أجل راحتهم ووصولهم ومؤازرتهم لوقفتهم مع منتخبنا الوطني. تقرير أعده زميلنا عبد الرحمن الشقاري يتحدث عن أبناء الشهداء. والله أماكن كثيرة بروسيا زينة، مثلا الساحة الحمراء، المولات اللي عندهم زينة ورخيصة بعد روسيا. شفت المشجعين مونديال، عجبت كأجواء المونديال؟ اي والله هنا الحمد أجواء حلوة، أجواء باردة، ويعني الجو زين. المشجعين تجمعات كلها، اي جماهير كذا. التجمع كسري سجلت جول الحين، ايش نسوي؟ لا هذا البرازيل سجلوا صح؟ ايه تشجع البرازيل؟ ايه شجع البرازيل وانجرتين كذا. يعني البرازيل والارجنتين ما يصلحون مع بعض، ضد بعضهم. لاتيني احب اللاتيني، اتمنى فريق لاتيني ياخذ كاس العالم. انا لا، وش من عجبك هنا في موسكو؟ ايش الاجواء اللي عجبتك؟ الاماكن، وين رحت؟ الساحه الحمراء هي مكان تجمع المشجعين، عجبتك الاجواء هناك؟ اي والله اجواء المشجعين يجون يصورون مع السعوديين كذا. من عجبك من المشجعين المنتخبات الثانيه في كاس العالم؟ يعني الكثار هنا، ولا الكثار يعني المكسيكيين كثار هنا. وش اللي لفت انتباهك هنا في موسكو؟ اكثر شيء يعني الساحه الحمراء وزي كذا، والتشجيع الروسي هنا كويسة، يعني كل شيء أماكن كويسة. اللي شد انتباهك من الجماهير، من أكثر جمهور عجبك في المونديال؟ تشجيعهم، الأشياء اللي يسوونها. جمهور روسي طبعا، هم اللي مشتعلين والله. روسي؟ إيه. طيب كيف شفت حضرت مباريات المنتخب؟ إيه مع السعودية وروسيا وباراغواي والسعودية. مصر راح تروح مباراة مصر؟ إيه إن شاء الله أكيد مع الأخضر أكيد. من يكسب، مصر ولا السعودية؟ لا ان شاء الله السعوديه ان شاء الله. والله جو حلو، مبسوط والله. الجو مش ايوه الساحه الحمراء وكل شيء. الساحه الحمراء شفت مشجعين المنتخبات؟ اي نعم، منتخب روسي. جماهير منتخب روسي؟ ايوه. ايش عاجبك فيهم؟ تشجيعهم. اي نعم. كيف موسكو؟ كيف الأجواء هنا؟ مبسوط؟ رحت حضرت مباريات المنتخب؟ اي نعم، حضرت مباريات المنتخب، منتخب السعودي روسيا، منتخب الأوروغواي مع السعودية. الساحة الحمراء يعني والأجواء فخمة يعني حلوة. جماهير من المنتخب؟ والله المكسيك.
الفرنسي. ايه. وش عجبك فيه؟ حماسهم. يجتمعون مع بعض. ايه ايه. كثير قوة. طيب وش رايك في المونديال؟ شفت تابعت مباريات؟ رحت مباريات المنتخب؟ ايه حضرت مباراة المنتخب والأورجواي والمنتخب وروسيا. والله كلها زينة بس 5-1 زينة. ايه. طيب مباراة الأورجواي؟ مباراة الأورجواي زينة والله، لعبوا والله زين. بس خلاص طلعنا. والله الحمد لله الأجواء طيبة، وبصراحة احنا في البداية تفاجأنا في المنتخب السعودي في المباراة الأولى، بس الحمد لله والشكر شفنا المباراة الثانية قدم أداء لعب جيد وروح متعاونين مع بعض، وبصراحة هذه حق الكورة يعني، يا لك يا عليك ما في كلام. كيف أجواء المونديال؟ عجبتك هنا في روسيا؟ اي نعم والله حلوة المونديال بصراحة، أجواءه وطلعاته والجو أساسا في روسيا اساسا ممتاز جدا، اساسا عن ما في ليل الا 3 ساعات كله نهار ماشي في هالنهار. طيب رحت اماكن تجمع المشجعين في موسكو، تجمع الفانزون، يعني الاماكن اللي تواجد فيها جماهير منتخبات الاخرى؟ والله رحنا للساحة الحمراء ورحنا الفانزوز ورحنا امس اللي تبعنا بعد مباراه، بصراحه اجواء بصراحه خياليه، بصراحه فعلا تحس انك في كاس العالم فعلا صحيح، مع الجماهير ومع المنتخبات الأخرى والمشجعين، بصراحة تحس إنك في مونديال. تقرير عن أبناء الشهداء، شكرا لزميلنا عبد الرحمن الشقاري براسلنا الجميل، وجزيل الشكر للقيادة الرياضية على اهتمامها بكل الذين تواجدوا وتحديدا أبناء الشهداء اللي بالفعل يستحقون الوقفة الصادقة، وهذا غير مستغرب على قيادتنا أبو عبد الله. هذه من ضمن الفعاليات صحيح اللي أشرنا فيها، واللي قلنا هناك أكثر من رسالة في نهايات كأس العالم من الممكن أن تقدم خارج المستطيل الأخضر. طبعا نشكر الهيئة العامة للرياضة في مثل هذا يعني المبادرة والفكرة لأبناء الشهداء. أيضا هناك فعاليات أخرى حتى لهيئة الثقافة، أيضا كانت هناك أيضا فعالية للمملكة العربية السعودية هنا في روسيا بالإضافة إلى الفعاليات الجماهيرية. تشكر هيئة الرياضة بدون شك. أنا قلت لك يا أخوي بندر من البداية في كأس العالم ليس هناك مستطيل أخضر فقط وفوز وخسارة بالنسبة للمنتخبات المتأهلة، هناك فعاليات وتقديم صورة مجتمع ودولة. صحيح. نعتقد المملكة العربية السعودية نجحت في كافة الجوانب المتعلقة خارج المستطيل الأخضر. صحيح، استثمرناها بشكل رائع جدا. بشكل رائع جدا وبامتياز وبجهد كبير من المؤسسة الرياضية، بالفعل ليست مجرد كرة قدم. احنا لما حضرنا إلى روسيا كوفد كبعثة مشاركة في هذه البطولة، سواء المنتخب أو أعضاء الاتحاد أو اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري حتى المسؤولين الإعلاميين المشجعين، الهدف منها الرسالة للمجتمع الدولي. طبعا رسالة كبيرة، والرسالة وصلت بالنسبة للمنتخبات العربية، الرسالة وضحت للعالم كله برغم سوء النتائج، إنما لا في مكتسبات كبيرة زي ما أستاذ عيسى قال، إن إحنا نقدر نعمل حاجة في الفترة اللي جاية، بس نبدأ البناء، يعني نبدأ نبني مش نهد، وما نبصش ورانا، ما نبصش ورانا، لأن فعلا في مكتسبات كتيرة حصلت في الفترة اللي فاتت، وجودنا كأس عالم دي بطولة كبيرة ما بتتكررش كتير. صحيح. في دويلات صغيرة بقالها 100 سنة بتحاول ان هي توصل كاس عالم ما بتوصلش. فطبعا اللي حصل ده حاجه كبيره، انما احنا نامل ان احنا نقطه من اول السطر ونبتدي البناء في الفتره اللي جايه. بالنسبه لمباراه مصر طبعا والسعوديه، مباراه انا شايفها مباراه صعبه جدا، مباراه قويه رسميه 100% في اطار اخوي، في اطار الاسره الواحده، في اطار الاشقاء، كل واحد تنافس اخوي. طبعا كل واحد، لان حصولك على 3 نقاط في كاس عالم، تسجيلك اهداف في كاس عالم، دي بتحسب التاريخ صحيح بيحسبها، لكن
ان احنا بندي رساله للعالم كله ان احنا عندنا كوره بدون ضغوط، كوره محترمه، اللي يكسب نقول له مبروك، اللي يخسر نقول له هارد لك. واعتقد ان انا شايف انها تبقى مباراه فيها اهداف ومباراه تبقى جميله ان شاء الله. بتكون يعني بدون تحفظ، مفتوحه بين المنتخبين؟ هتبقى مفتوحه. يعني الموضوع كل فرقه استمتع. احنا كمان عايزين نستمتع كجمهور، يعني الجمهور العربي كله عايز يستمتع بكره المنتخب المصري الحقيقيه وكره المنتخب السعودي بدون اي ضغوطات عليه من اي نوع. انت ضيفنا اليوم في الاستوديو، بس ما يمنع اقول لك ان شاء الله نفوز عليكم. لا ان شاء الله احنا مصر تكسب ان شاء الله. لا ان شاء الله نفوز عليكم. عشان في رهان، خلي بالك، في رهان بن حبيبي. ايوه انا كسبت جزء كبير منه. أيوة. ان محمد صلاح الحمد لله لعب وان مصر احرزت اهداف. ايوه ان شاء الله مصر تفوز. خلاص نغمه مجد عبد الغني انتهى. خلاص بقى يعني. لا بس هو قال لك انه انا اول من سجلت في كاس العالم. لا لا خلاص الموضوع ده خلصنا منه محمد صلاح، وان شاء الله المباراه اللي جايه كمان. المباراة الجاية أبو عبد الله كيف تتوقع السيناريو؟ مباراة مفتوحة بالتأكيد، لأن كل منتخب يسعى إلى تحقيق 3 نقاط بدون شك. أنه هو من خلال المباراتين الجولة الأولى والثانية كل مدرب أصبح مطلع تماما على أوراق الفريق الآخر والمنتخب الآخر بالنسبة للاعبين، بالنسبة لطريقة اللعب. نعم هي بدون ضغوط بالنسبة إلى لاعبين المنتخبين، ولكن مثل ما قلت لك هو تاريخ، وتاريخ مهم. أيوة. وقيمة، وبالتالي 3 نقاط نعم هناك قوة، ولكن التنافس الشريف داخل المستطيل الأخضر سيكون حامي وساخن. نتمنى حقيقة مهما حدث في المباراة بالنسبة إلى ردة الفعل لجماهير المنتخبين أن تكون في حدود المستطيل الأخضر، لأن هذه كرة قدم وتنافس شريف، وكل منتخب يطمع إلى الفوز. طبعا نتمنى الفوز للمنتخب السعودي. برضو البعثة المصرية هنا كم وصل عددها؟ عندك فكرة؟ ما عندك أرقام رسمية؟ يعني إحنا على مستوى السعودي بحسب أرقام رسمية أكثر من 10,300 مشجع. مشجعين ومسؤولين وإعلاميين وبعثة رسمية. إحنا كرسمي 10,000، ولكن في حوالي 20,000 جم من أوروبا. يعني جم. يعني العدد الرسمي في مباراة منتخب مصر مع منتخب روسيا الرسمي 31,000 كان في الاستاد. وده طبعا مصريين 31,000. يعني طبعا تحية تقدير واحترام ليهم، واللي جم من امريكا، واللي جه من هنا من جهه، كلهم حقيقه انا شفنا اطياف شعب مصر كلها موجوده في برشلونه. الف تحيه، وكانوا مستمتعين بالاجواء بتاعت المباراه، كان املهم كبير في الفرقه ان شاء الله باذن الله تتعوض. مشتاقين لكاس العالم؟ طبعا الكل مشتاق. لا ننسى اخوي بدر ايضا نتحدث حقيقه عن الوفد السعودي، جماهير، ابناء شهداء، اعلاميين. هو اكبر وفد من خلال المشاركة في المونديالات السابقة، تشكر حقيقة عليه الهيئة بالمبادرة اللي مثل ما تفضلت اللي أعطوا رسالة من خلال هذا المونديال خارج المستطيل الأخضر. كابتن إسماعيل شرفنا بيك. شرفنا بيك. شكرا لك أبو عبد الله. ما بتقول لي ها؟ شرفنا ان شاء الله. ان شاء الله اقول لك هارد لك. الاثنين القادم موعدنا. اقول لك هارد لك. اقول لكم. طيب فاصل قصير متابعي المونديال، ومتواصلين معك إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم متابعي المونديال في القسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم. نسعد بصحبة الكابتن احمد بن نصيب، اللاعب السابق، اللاعب الدولي السابق. حياك الله كابتن احمد. اهلا وسهلا، مسي عليكم الخير على مشاهدينا. يا مرحبا. ايضا نرحب بالزميل العزيز فلاح القحطاني، الاعلامي الرياضي المعروف. حياك الله ابو يزيد، اول اعلامي يظهر معنا في الاستوديو بالزي السعودي، الثوب الشماغ. اشتقنا والله ابو يزيد، شوقتنا للثوب الشماغ. حياك الله زميلي بندر، وسعيد جدا بتواجدي معك ومع الكابتن احمد. وطبعا بالنسبه للزي السعودي بالفعل احنا اشتقنا، لكن يظل موجود. هذه انا اعتبرها رساله وطنيه، احنا يعني قاعدين نوري الناس ان احنا الزي حقنا. بالعكس يعني لما تمشي في الشارع تشوف الناس يعني جميل جدا، تبحث عن التصوير معك احيانا تصدق مناوب احس اني مشهور يعني. ما شاء الله تبارك الله. اصلا شوف كيف جمال الصوره كذا، ويزيد بالثوب والشماغ، وخلفك الكرملين ها، والساحه الحمراء في موسكو. الله يسعدك، هذه بتكون حلقه تاريخيه بالنسبه لي. حلقه التاريخ ها. تسجل اصلا المشاركه في كاس العالم، التواجد فيها، الحضور، اعتقد هو امر مهم لاي شخص يتواجد.
يا بالعكس يعني القناة الرياضية KSA يعني حضورها ما شاء الله مشرف سواء داخل السعودية أو خارجها، ما بالك الآن وهي تواكب المونديال. أعتقد الحضور الجميل للقناة والمتابعات الفترة الأخيرة اللي وصلت إلى يعني نسبة عالية من المشاهدات دليل على الجودة، دليل على يعني الاهتمام من قبل طبعا هيئة الإذاعة والتلفزيون، كذلك الهيئة العامة للرياضة اللي تتولى يعني متابعة هذا الملف. شكرا من القلب حقيقي كل ما يقدمونه للوطن. الله يعطيك العافية، هذا واجبنا. شكرا لك أبو يزيد. كابتن أحمد شرفتنا اليوم. الله يسلمك دارك. إن شاء الله أنك سعيد في موسكو. أي سعيد جدا بتواجدي مع البعثة السعودية. كنا نتمنى أنه يكون المستوى أفضل من اللي حصل، لكن نقول إن شاء الله أنه نتلافى ما صار القادم الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا مبسوط جدا لتكريمي وتواجدي هنا مع البعثة من قبل معالي المستشار تركي آل الشيخ ومن قبل جمعية أصدقاء ماجد لتواجدنا كلاعب قدامى في حفل يعتبر بالنسبة لنا تكريم أو جزء ما قدمناه لوطننا السابق سواء في الأندية أو في المنتخبات. مبسوطين أننا متواجدين في موسكو كأس عالم حدث تاريخي. تستاهلون، كل من خدم الرياضة السعودية يستحق التكريم، وأمر غير مستغرب على المؤسسة الرياضية وقيادتنا الرياضية بتواجد معالي المستشار تركي عبد الأحسن الشيخ اللي للأمانة أنصف اللاعبين، أنصف المحللين، أنصف الجماهير، أنصف الإعلاميين وكل البعثة السعودية والرسمية حتى اللي تواجدت في العاصمة الروسية موسكو. في بيان صادر من وزارة الإعلام السعودية تحت عنوان وزارة الإعلام تنفي الاتهامات غير المسؤولة الصادرة في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جاء في تفاصيل هذا البيان. اطلعت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية على الاتهامات غير المسؤولة التي وردت في بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص ما يعرف بي أوت كيو، بعد ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بغير حق أن بي أوت كيو يتخذ من السعودية مقرا له، وعليه فإن وزارة الإعلام السعودية ترفض هذا الادعاء غير الصحيح جملة وتفصيلا. وتدرك وزارة الإعلام أن أجهزة الاستقبال الخاصة بي أوت كيو متاحة في عديد من الدول بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا، كما أن هذا البيان غير المسؤول الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتنافى مع ما يحدث في المملكة العربية السعودية التي كافحت وما تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار جميع أنشطة بي أوت كيو في البلاد دون هوادة. وعلى سبيل المثال للحصر، قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمصادرة الآلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها في انتهاك حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد أن الحكومة السعودية ملتزمة وستظل كذلك بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل البلاد. لقد أحيطت وزارة الإعلام السعودية علماً بأن بي إن سبورت وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية هي مصدر هذا الادعاء الكاذب الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد حضرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من عام 2017، وتعتبر الجزيرة الذراع الإعلامي القطري الرئيسي لدعم الإرهاب والتحريض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث توفر الجزيرة منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم الداعية للعنف والتطرف. وقد حضرت المملكة العربية السعودية بث قنوات بي إن سبورت على أراضيها أيضا للسبب ذاته، وقد تمثل ردة فعل الجزيرة على هذا الحظر في تصعيد حملتها الهادفة إلى تشويه سمعة السعودية، كما أن بي إن سبورت لطالما استخدمت وتستخدم بثها أيضا كوسيلة لشن الهجوم المعادي للسعودية، إذ عززت من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018، وهو أمر مثير للسخرية لأن كأس العالم يفترض فيه أن يكون إثباتا في كيفية قدرة كرة القدم أن تجمع بين الدول في وئام. وخلال بطولة كأس العالم شوهت بي إن سبورت سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأساءت للسعودية وجمهورها وسيست بطولة كأس العالم في انتهاك لجميع القواعد ومدورات السلوك. ولهذه الأسباب لن يتم بث الجزيرة وقاتها الفرعية بي إن سبورت في السعودية. ومن هذا المنطلق
فإن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تحث وسائل الإعلام كافة على النظر إلى البيان الصحفي وما تضمنه من مزاعم وادعاءات كاذبة، والذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلاً عن الادعاءات الأخرى غير المثبتة بعين الشك والريبة. كان هذا البيان الصادر من وزارة الإعلام السعودية، والتي تنفي فيه الاتهامات غير المسؤولة الصادرة في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. فلاح قحطاني، أسمع تعليقك. طبعا ما في شك زميلي بندر، يعني بيان شافي وكافي حقيقة، وضع النقاط على الحروف حيال المزاعم اللي يعني أنا حقيقة استغرب من الاتحاد الأوروبي هذه المزاعم. لكن عندما تقرأ هذا البيان اللي أنا أعتبره صيغة بطريقة قانونية جميلة، هو فند كل الادعاءات ووضعها في زاوية المهملات حقيقة يعني. لكن استغرب، لم أستغرب عندما عرفت من مصدر هذه المزاعم. طبعا كلنا نعرف هذه الدويلة الصغيرة الراعية الإرهاب، حملتها الموجودة حتى في المونديال، حتى في الساحات، حتى في كل مكان، في المباريات، في كأس العالم، تسييس الرياضة. طبعا الرياضة الجميع يدرك أخوي بندر هي يعني شيء جميل، هنالك قوانين، هنالك لوائح، هنالك اتحادات تتبع لها، لكن عندما تخترق مثل هذه اللوائح وتتجه الى اتجاهات اخرى، بالتاكيد هذا عنوان ودليل على الفشل، دليل على الضعف، الوهن. انا اعتقد المملكه العربيه السعوديه كانت موقفها واضح وصريح. المملكه العربيه السعوديه هي من يحارب مثل هذه الانتهاكات الحقوق، طبعا سواء الحقوق الفكريه او غيرها او حتى الماديه. هناك من يحاول أن يلصق بالمملكة العربية السعودية فشلة، من يضع فشلة على المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية ستبقى وما زالت وكانت وستظل بإذن الله شامخة كل الشموخ، لن يحركها مثل هذه الخزعبلات اللي يمارسها أشخاص أو جهات معروفة للجميع. أنا أعتقد هذا البيان طبعا ألجم من أراد أن يشكك في موقف المملكة العربية السعودية. القنوات بي اوت او كيو بي اوت ليست موجوده في المملكه العربيه السعوديه، لا تبث من هنا، موجوده في قطر، موجوده في شرق اوروبا، يعني كاجهزه موجوده تبث، لكن المملكه العربيه السعوديه ليس لديها اي مكان من هذا. فاذا كان في جهات هي من اخترقت او كما يزعمون بامكانهم مقاضاتهم، لكن ان تتجه المملكه العربيه السعوديه وتضع فقط اتهامات باطله، انا اعتقد هذه حيله العاجز. صحيح، حيله العاجز، وليس لها اي مكان وليس اي وجود. انا اعتقد ان هذه مجرد تغطيه على الفشل اللي حادث، مجرد تغطيه على الفضائح اللي قاعده تصير من قناة بي ان سبورت، طبعا اللي هي من خلال تسييس الرياضة، من خلال اقحام. يا رجل شاهدنا بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك رفض، هنالك استهجان حتى من الجماهير الأجنبية لما يفعلون هؤلاء. صحيح، يعني هذه الدويلة الصغيرة انكشفوا على الحقيقة. فالحمد لله، يعني بالعكس انا اقول شكرا لوزاره الاعلام، شكرا لاتحاد الاعلام الرياضي اللي اصدر بيان قبل فتره ايضا خلال هذا الموضوع، الاتحاد السعودي، الهيئه العامه للرياضه، الجميع يعني قام بدور على اكمل وجه. فالحمد لله يعني موقفنا قانوني، ليس هنالك ما يعني يدخل الشك والمشاكل في هذا الموضوع. البيان الصادر اللي قراته قبل قليل من وزاره الاعلام مثل ما تفضلت ابو يزيد وضع النقاط على الحروف، واضح وفند كل شيء بالتفصيل، وحتى كشف عرى من يحاولون أن يجدوا لهم حضور. يعني إحنا نتكلم عن دويلة جزيرة شرق سلوى. صحيح، يعني يحاولون قدر الإمكان أن يكون لهم حضور، لكن أعتقد أن الجميل وإحنا والله تكلمنا عن هذا الموضوع لأن ما كان ودنا، بس اضطرينا، لأن بالفعل هنا أثناء تواجدنا محاولات تشويه لكنها يعني تغطية للفشل سواء رياضيا أو على كافة الأصعدة. أنا أعتقد يمكن البيان اللي أصدره اتحاد الإعلام الرياضي والاتحاد السعودي كرة القدم من خلال الشكوى اللي حسقهم بها الاتحاد السعودي خلال لقنوات بي ان سبورت على ما قامت به من إساءة ومن تسييس الرياضة، أنا أعتقد هم الآن محاولة يعني إشغال الناس عن هذا الموضوع. يعني بالتأكيد فشل ذريع لا جديد، الجميع يعرف من هو المملكة العربية السعودية سواء هنا في روسيا، في العالم، في الخليج، في العالم الإسلامي، العالم العربي. الحمد لله المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت وستظل هي قائدة الأمة العربية والإسلامية، لها مكانتها، الجميع يتفق على ذلك ما عدا بعض الصغار اللي يحاولون دائما تشويه السعودية، ولكن أنا أعتقدهم سيظلون على الهامش لن يكون لهم أي مكان. أقزام وطبعا سيلفظهم أو لفظهم التاريخ معنا. لفظهم التاريخ. إحنا نتكلم عن صور كانت مزعجة لهم. بالضبط. بصرف النظر عن نتيجة مباراتنا الأولى أو الثانية أو حتى النتائج اللي حققناها في هذه البطولة،
الرسائل اللي قدمتها المملكة العربية السعودية في أكبر تظاهرة عالمية على مرأى من أكثر من ملياري مشاهد على مستوى العالم، تحديدا في مباراة الافتتاح كابتن أحمد، كانت مزعجة للغاية لمن يحاول أن على الأقل يقلل من هذه المشاركة. والله بالنسبة للمشاركة في موسكو لو نشوف الحضور الجماهيري يمكن ما حصل في تاريخ الكرة السعودية، اللي هو العدد هائل الحشد الجمهوري المتواجد كان في مباراة الافتتاح. جمهور صراحة يشكر 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 من قام على هذه الدعوة، من الهيئة، من المنظمين، من الناس اللي ساعدوا الجماهير على التوافد إلى موسكو، تنظيم السكن، تنظيم ترتيب الرحلات، ترتيب الذهاب للملعب، يعني شيء صراحة تاريخي. زي ما لبس الأخ فالح الزي السعودي برضو، لقيناه الزي السعودي في موسكو، يعني عامل عمايله ولاعب لعبتها. تفكر تلبسته بشماغ بكره؟ والله يتمنى، انا ودي اللي جايبه. راحت عليك كابتن احمد. فالموجودين فيهم خير وبركه في الزي السعودي، يعني لاحظناه سواء في الملعب، سواء مباراتهم على القواي، سواء في التواجد في الساحات كلها. الحمد لله صوتنا عالي ويظل عالي باذن الله، بظل قيادتنا الشريفه. صحيح. بظل الدعم المتواجد منهم ان شاء الله. مكانه المملكه العربيه السعوديه كبيره بين العالم. إحدى الدول المؤثرة على مستوى العالم، مكانتها وريادتها في المنطقة أعتقد أنها تلعب دور كبير وكبير جدا على مستوى المجتمع الدولي، ولن يستطيع أحد أن يقترب منها أو حتى ينتقص منها أو حتى يزعزع هذه المكانة الكبيرة اللي أقل ما يقال عنها أنها الصورة التي رسمتها المملكة العربية السعودية هناك في ملعب لوجينسكي، ملعب الافتتاح، أمام أكثر من ملياري متابع. كانت صورة مزعجة للبعض الذين حاولوا أن يشوهوا هذه الصورة وهذه المشاركة، لكن لن يصلوا ولن يستطيعون أبدا. عندنا مراسلنا وزميلنا العزيز عبد العزيز الحميد أيضا في موسكو في الساحة الحمراء من جديد. عبد العزيز، حولك مشجعين سعوديين لابسين ثوب شماغ زي فلاح القحطاني ولا ها؟ والله بندر، كان في موجود مشجعين سعوديين بالزي السعودي، لكن المشجعين السعوديين اذا تواجدوا بالزي السعودي ما شاء الله الجماهير توقفهم ما تخليهم يمشون، تلتقط معهم صور على طول. احاديثك مع الجماهير اللي عندك اذا متواجد احد من الجماهير العربيه، انقلنا الصوره اللي حولك. والله ابو نواف، الصوره طبعا تعرف اليوم اجازه، خلاص اليوم ليله اجازه طبعا الروس، فجالسين ومعبين الشارع مثل ما لقطات اعطيناكم اياها قبل قليل، وتشجيع كبير. لكن بصراحه الامر اللي قاعدين نشاهده بانه الجماهير في كل زاويه من هالمكان، يعني الجو مختلف تماما وصخب كبير حتى ساعات متاخره من الليل، لكن بصراحه نمحهم صراحه محيين هالمكان. لكن نقول ايش هالمكان بيختلف بعد نهاية كأس العالم، لكن معي أحد الجماهير التونسية العزيزة من تونس الخضراء. شكرا لك، سعيدين بتواجدك، متمنين لك التوفيق إن شاء الله غدا. أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى الأخ بندر وإلى الأخوة الكباتنا في قناتنا قناة سعودية رياضية. أجواء بصراحة احتفالية عالمية، يعني في العاصمة الروسية الجماهير التونسية تدافعت بالآلاف، يعني من كل حدب، يعني من كل الأماكن، من تونس، من البلدان الأوروبية. شخصيا يعني جيت من بلجيكا، دقت ساعة الحاسم بكرة، يعني مقابلة مصيرية، مقابلة يعني حياة أو موت. أتمنى شخصيا يعني أن يعني ننتصر بالمقابلة ونهدي الانتصار هذا يعني بصراحة لكل الشعوب العربية، خاصة السعودية والمغرب بعد خيبة الأمل. إن شاء الله يعني تكون مباراة أخ ثأر للأخوة السعوديين في موسكو، في يعني قلب موسكو ان شاء الله بكره. المنتخب التونسي انت كيف تنظر له الان؟ هل هو بكامل الاستعداد؟ بصراحه المنتخب التونسي شفناه في مباراه انجلترا، قدم مباراه يعني على اعلى مستوى، لكن مساله يعني حظ، يعني هدف في اخر دقيقه لعب، كانت خساره قاسيه قاسيه جدا. ان شاء الله بكره بصراحه ننتظر في اداء مش يكون اكثر اداء رجولي، نتمنى من اللعيبة يعني يقدموا 1000%، يلعبوا من غير حسابات، وإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالتوفيق، يعني إن شاء الله الإخوة السعوديين
يعني يعاونونا بالدعاء بكره وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. الدعاء والحضور والتشجيع. والحضور والتشجيع يعني حتى عرضوني كثير من الاخوه السعوديين ويساعدوا فينا ويناصروا فينا والكلهم كانوا متفائلين. ونعاود نقولها مره اخرى باذن الله مشكون يعني اخذ الثار للسعوديه بكره. شكرا لك حبيبي. في موسكو. شكرا لك حبيبي يعطيك العافيه. حبيبنا من السعوديه يعطيك الصحه والعافيه. هلا والله اخوي عزيز. اهلا وسهلا فيك حياك الله. وين الزي السعودي الثوب والشماغ؟ موجود موجود بس عاد في البيت. يلا اول شيء كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ومن الشباب في الاستوديو، تقبل الله منا ومنكم طاعتكم. زي ما انتم شايفين الاحتفاليه، اول شيء انا اشكركم على الاستقبال في هذا الاحتفاليه اللي شايفينها، احتفاليه صاخبه لنا والجميع كل الجماهير، كل الجماهير لهم تقليعاتهم، كل جمهور له تقليعه الخاصه. انت شفتوا الجمهور المكسيكي، شفتوا الجمهور الاورجواي، شفتوا جمهور الارجنتين، حتى الجماهير العربيه لهم تقليعاتهم الخاصه. احنا السعوديين كنا جايين بلبسنا التقليدي والاخوان المصريين بعد. حضورنا كان كجمهور كان حضور يعني قوي، لكن عاد المنتخبات ما قد ما كان حضور الظاهر تجهيزه ما كان ملائم للكاس العالم الله اعلم. بس زي ما شفتوا في الملعب ما كان زي خارج الملعب، خارج الملعب كنا افضل صراحه. بس كثير بلدان غيرنا تتمنى انها تلعب في الافتتاح، احنا لعبنا في الافتتاح. اكيد اكيد ايوه، احنا في خامس مره نتاهل وغيرنا يعني يحاول ان شاء الله الجميع يتاهل. احنا الان المنتخبات العربيه ما قدمت اللي عليها، قدامنا المنتخب التونسي بكره ان شاء الله انه يتجمل ويكون قد الحدث ان شاء الله. والله يوفقك ان شاء الله. شو اللي يعجبك، شو اللي يخليك انت كسائح سعودي وجاي تتابع منتخبك دائما تكون متواجد في هالمنطقه؟ اول شيء الصخب اللي انت شايف كل جمهور كل له تقليد له تقليعته ولها عفويته، والسامعين الصخب سامعين الحركه مستمره. يعني الان احنا في نص الليل بالنسبه لهم موسكو الاذان الفجري اذن الساعه 1 وشوي وما زالوا الى الان موجودين بالاصوات بالازعاج بصراحه. شكرا لك. الله يسعدك حياك الله. شكرا لكم تواصلكم. العافيه. اذا بندر طبعا هذا بعض اراء بعض الجماهير المتواجده، الصوت والصوره لك. يعطيك العافيه عبد العزيز. شكرا لك. شكرا لهذه الجماهير المتفاعلة جدا مع كل المشاركة أو كل مباريات المنتخبات العربية وحتى بقية المباريات للمونديال. نرجع مرة ثانية للاستوديو، ضيوفنا كابتن أحمد بن نصيب وزميلنا فلاح القحطاني. كابتن أحمد، بالنسبة للأجواء المونديال، تقييمك بشكل عام للمنتخبات المباريات اللي تابعتها كيف تقيم المستويات حتى الآن؟ والله إحنا المستويات بالنسبة للمنتخبات العربية ما كانت بالشكل المطلوب أو بالاستعداد اللي إحنا كنا نطمح له. طبعاً تفاجأنا إحنا بالافتتاح، تفاجأنا بالخمسة اللي أعتبرها كارثية بالنسبة للمنتخب السعودي. فريق محضر من فترة طويلة، فريق مستعد، فريق بالنسبة للاعبين كانوا مهيئين، كانوا مفرغين، كانوا خلينا نقول جميع طلباتهم متوفرة لهم. تفاجأنا صراحة بالمستوى وتفاجأنا بالنتيجة اللي صدمتنا، خمسة في افتتاح يعني كانت مؤثرة بالنسبة للشارع الرياضي وبالنسبة لنا كجماهير. يعني صراحة صدمة في افتتاح. المنتخبات العربية الثانية برضو الحظوظ كانت هي في الطموح وفي المستويات. أيضا منتخب مصر، أيضا منتخب تونس، المغرب، كلها خول مبكر للأندية العربية أو المنتخبات العربية. طيب بقية المنتخبات، يعني احنا شاهدنا المنتخبات المرشحة لللقب تعثرت، تكلم عن ألمانيا، أرجنتين، حتى البرازيل يمكن المباراة الأولى تعثرت. يعني إلى الآن ما شفنا منتخب أعطاك يعني خلينا أقول لك صورة مقنعة. والله شوف أنا بالنسبة لي أنا المنتخب، أنا أتوقع المنتخب الروسي اللي هو قاعد يضرب الخمسة والثلاثة احنا قاعدين نشوفه، أتوقع أنه هو الفريق المنظم، وأتوقع أنه الفريق هو اللي هو ممكن الفريق اللي يمكن يوصل على المستويات اللي قاعدين نشوفها من منتخبات زي البرازيل وزي الارجنتين. الانضباطيه في المنتخب الروسي قاعدين نشوفها بشكل غير طبيعي. عمليه التقارب ما بين الدفاع والهجوم الوسط، الارتداد بشكل سريع. فاتوقع يعني الفريق المنظم هو اللي قاعد الان يسيطر، خلينا نقول سيطره تامه. ابو يزيد، طبعا ما في شك كابتن احمد كفوف، ولكن حقيقه يعني انا بالنسبه لي المستويات اللي شفناها الى الان كانت صادمه للجميع حقيقه. يعني اكثر منتخب اقنعك بالنسبه لك؟ انا اعتقد هناك منتخب المكسيك،
طبعا، وكذلك منتخب الأورغواي يعني بصراحة يعني قاعد يقدم كرة هجومية مميزة، أداء عالي. المكسيك لو كان يملك هجوم قوي ممكن يصل إلى مراحل أكثر. يعني هنالك يعني الآن لم تتضح الصورة بشكل واضح، لكن أنا اللي يعني الصدمة كانت في المنتخبات الكبيرة زي منتخب البرازيل، شفنا في المباراة الأولى كان أداء يعني صحيح للأمام، نتيجة غير. الأرجنتين تقريبا يمكن فقدت أو يعني أصبح عملها ضعيف في التأهل، فأعتقد يعني الأداء يعني ما كان جيد. يعني ما في منتخب يعني ممكن تقول منتخب فارق، يعني قد يكون منتخب ألمانيا برضو إلى الآن، لكن ننتظر لحد ما تنتهي دور المجموعات في البطولة راح تتضح لك الصورة بشكل أكبر. في نفس هذا الإطار مراسلنا الجميل عبد الرحمن العابسي عملنا استطلاع حول أفضل منتخب وأفضل هدف أفضل لاعب في بطولة كأس العالم حتى هذه اللحظة. الشباب المتواجدين، أفضل منتخب وأفضل هدف وأفضل لاعب. أفضل منتخب البرازيل، وأفضل هدف مودريتش في مرمى الأرجنتين، وأفضل لاعب حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس. أفضل لاعب شفته في البطولة لحد دلوقتي هو كوتينهو، الجون اللي جابه بصراحة كان رهيب، وهو بيتميز إن هو المكان ده ما بيضيعش فيه فرص خالص، يا في العارضة يا بين الثلاث خشبات، ما فيش مكان. وأفضل منتخب؟ افضل منتخب، هو الميزه في كاس العالم ان مفيش منتخب بيبقى مستولي على الماتش، الماتشات دايما بتبقى صعبه على كل فرق ايا كان حجمها، بس ممكن نقول كرواتيا والبرتغال بحس في جرينتا قوي بيحاربوا جامد يعني. طيب افضل لاعب شاهدته؟ كوتينهو برضو. افضل منتخب هو المنتخب الفرنسي. وافضل لاعب وافضل هدف؟ افضل لاعب هو اللاعب الانجليزي رايكان. هدف؟ افضل هدف هدف كرواتيا ضد الارجنتين، لوكا مودريتش. افضل منتخب شاهدته هو المنتخب الاسباني بصراحه. وافضل هدف وافضل لاعب؟ افضل هدف افضل لاعب كريستيانو رونالدو، وافضل هدف افضل هدف كريستيانو رونالدو. فاول على اسبانيا. افضل منتخب في كرواتيا كويس، لكن انا اتمنى ان البرازيل. يعني افضل لاعب وافضل جول شفته؟ افضل لاعب طبعا كريستيانو، لانه شفنا مباراته مع اسبانيا 3 أهداف وهدف قدام المغرب. أفضل هدف برضه كريستيانو الفاول، ولوكا مودريتش برضه. شكرا عبد الرحمن، استطلاع جميل مع بعض الجماهير. أنا سألتك على المنتخب، أفضل لاعب بالنسبة لك أحمد؟ والله خلنا ناخذ رأيك. يلا والله في كريستيانو، يعني أنا وجهة نظري يعني عامل فارق في المرحلة الأولى، لا عامل فارق مع منتخبه. واجمل هدف شفته في المونديال؟ والله في اهداف كثيره، بس انا اتوقع انه هدف كريستيانو برضو الفاول الثالث، يعني هو يعني بالنسبه لي طه يذكرني مخرجنا عبد العزيز الوليعي للجماهير التونسيه اللي تستعد في هذه اللحظات من خلال التحفيز الكبير لمنتخبها، وقفتها، مساندتها، التفاعل الكبير، أهازيجها، تجمع تونسي بأعداد كبيرة اليوم شاهدناها من وقت مبكر وهي في مسيرات كبيرة في الساحة الحمراء في الشوارع المقاربة والمجاورة لمبنى الكرملين. غدا المنتخب التونسي الشقيق تنتظر مباراة هامة وحساسة ومفصلية أمام المنتخب البلجيكي، صحيح أنها مباراة صعبة، لكن الآمال العربية معلقة على منتخب تونس. لم يتبقى لنا الا هو ابو يزيد، جميع المنتخبات غادرت، المنتخبات العربيه. منتخب تونس زي ما ذكر زميلي بندر هو الامل الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى لاستمرار الفرق العربيه والمنتخبات العربيه في البطوله، وباذن الله ان شاء الله. يعني صحيح ان المجموعه صعبه والمباراه حتكون سهله ابدا، لكن احنا شاهدنا في المباراه الاولى قدموا مستوى مميز، يمكن ما حالفهم التوفيق في نتيجه اللقاء، ولكن كان الاداء كان عالي جدا. فان شاء الله مع الانضباط التكتيكي مع توفيق الله سبحانه وتعالى على الاقل يخرجوا بنتيجه التعادل. انا متفائل في هالمباراه ان شاء الله. الزملاء في الاعداد عزيز الناجي، صالح المرشد، عدلوا لنا تقرير يتحدث عن توقعات الجماهير التونسيه لمباراه الغد. ناخذ توقعات الشعب والجمهور التونسي مباراه بكره. بكره ان شاء الله اولاد يقدموا مستوى، كيف تشوف مباراه صعبه ولا يعني اولاد يقدموا مستوى ان شاء الله بكره؟ والله من ناحيه مباراه صعبه، بس احنا متأملين في فريقنا القومي ان شاء الله بكره راح يقدم مباراه ممتازه. هذه تمنياتنا وهذه توقعاتنا،
وان شاء الله بكره راح نفوز على بلجيكا ان شاء الله. في لاعب من بلجيكا متخوفين منه انتم؟ بالطبع لوكاكو اللاعب الوحيد، ان شاء الله بس ان شاء الله الاولاد التالي ان شاء الله يكونوا حاضرين، ونحن وراهم ندزوا بقدره ربي ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه بقدره الاله ان شاء الله. كلنا كعرب بكره معقد الامال عليكم ان شاء الله بحول الله يا اخي، ان شاء الله غدوه 2-1 وان شاء الله فوز لكل العرب، وان شاء الله اخويا من حسن الى احسن، وان شاء الله مربوحه اخويا، وفيف لا تونيزي وعاشت تونس ان شاء الله. الشعب اردني معكم ما شاء الله اليوم. نعم انا من الاردن بس نشجع كل العرب وخصوصا تونس، ان شاء الله الفوز بكره تونس، وان شاء الله يقدموا مستوى يليق بالعرب المستوى الحقيقي ان شاء الله. كيف تشوف مستوى تونس المباراه الماضيه؟ مستوى تونس مستوى قوي، لاعبين تونس ممتازين، نتمنى الفوز 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 لا بديل ان شاء الله. كلمة العرب فوق دائما ابدا. بصراحة مباراة صعبة ماهيش سهلة، لكن احنا عندنا ثقة في منتخبنا الوطني. اللقاء الأول ما كانش سهل مع المنتخب الإنجليزي، لكن إن شاء الله المنتخب يكون واعي بقيمة الحدث هذا، وإن شاء الله يقدم أداء جيد، وإن شاء الله يشرف العرب بصفة عامة وتونس بصفة خاصة، وهذا الجمهور التونسي والعربي اللي موجود في روسيا ويشجع في المنتخب. المنتخب التونسي هو منتخب المواقعات الرسميه، يعني ضد المنتخب الاسباني عملنا مقابله كويسه، وضد المنتخب البرتغالي قدمنا يعني اظهرنا للعالم ان المنتخب التونسي بيقدر يكون منتخب قوي ومنتخب بالمناسبات الصعبه. شوفها صعبه المباراه؟ المباراه صعبه بس 15,000 تونسي هون جون للروسيا عشان يشجعوا المنتخب التونسي، حنكون قدها ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب التونسي في اقصى الحالات حيعمل تعادل، وان شاء الله حنفوز بالمقابله باذن الله. اتوقعها لعبه صعبه ياسر، صعبه برشا، وفريق المصري فريق البلجيكي فريق قوي ياسر. ان شاء الله اذا حبيتنا السهر وحبيتنا الكوره، اما صعبه شويه ان شاء الله يسوونها الاولاد ان شاء الله. ان شاء الله ونوروا العرب الكل على خير. عايش بارك الله فيك. صعيبة مباراة صعيبة على منتخب تونس زي ما قال أحد المشجعين التونسيين. شكرا عبد الرحمن العابسي على هذا الجهد الكبير. آراء وتوقعات الجماهير التونسية، ما أدري تتفقون معي ولا لا، منتخب تونسي وقع في مجموعة صعبة جدا، إنجلترا، بلجيكا، ولا تنسى أنه بلجيكا يعتبر الحصان أحد المرشحين للنيل بكأس العالم، فتوقع أنها صعبة جدا، بس نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الفريق التونسي ويحالف الحظ انه يطلع من هالمباراه نتيجه ايجابيه. ممكن يروح بعيد؟ ممكن، انت دائما الادوار الاولى هذه خطوه، انت اذا تعديتها وتجاوزت المرحله الاولى، المرحله الثانيه فيها لها خطط وفيها لها تكتيك معين، يعني لو تشوف اغلب المنتخبات الى الان ترى ما ظهرت بشكل ومستوى مأمول منها، فهي منتخبات عالميه وتعرف كيف تتعامل، عندهم مدربين عالميين عارف كيف يتعامل في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. فلما يتخطى المرحله الاولى ويتاهل دور ال 16 هنا تبدا عمليه الدور المدربين العالميين، دور التكتيك تغير اشياء كثيره فيها. ابو يزيد بتقول شيء عن تونس ولا نرجع المنتخب؟ لا نبغى نرجع المنتخب. تفضل. لا بالنسبه للمنتخب الحقيقه اي جزئيه تبي تتكلم عنها؟ يعني بالنسبه للحقيقه النتائج يعني للامانه كانت مخيبه للامال، يعني احنا ما توقعنا هالمستوى، الامكانيات كانت موجوده، الهيئه العامه للرياضه قدمت كل شيء بصراحة بدون مجاملة، يعني الاتحاد السعودي فشل ذريع حقيقة في هذا المونديال، يعني الأستاذ عادل أو الدكتور عادل عزت يعني لما يخرج بعد مباراة روسيا ويتحدث عن أسباب فشل ويتهم يمكن مجموعة من اللاعبين ويترك نفسه، هنا المشكلة. مع المستشار تكر الشيخ طلع وقال أنا أتحمل كامل المسؤولية، رغم من الإشراف المباشر من الاتحاد السعودي، هو المسؤول عن المنتخب السعودي بشكل مباشر، كل الإمكانيات يعني هيئت لهم مادية معنوية تجهيزات على أعلى مستوى، لا أعتقد أن هنالك يعني كان يعني أي قصور أبدا، لكن اللي شاهدناه حقيقة اللاعبين أيضا لا نبريهم، يعني مباراة الافتتاح أنا أعتبرها كانت بالنسبة يعني كانت يعني وصمة عرف تاريخ الكرة السعودية بصراحة، بغض النظر عن النتيجة، لكن الأداء اللي حدث في المباراة يعني كان مخجل جدا، يعني حضور على أعلى مستوى، يعني ثاني رجل في الدولة كان حاضر المباراة، معالي المستشار كان موجود، الجماهير السعودية، الإعلام السعودي، الناس اللي تكبدك جالسين ينتظرون اللاعبين، شاهدنا قمصان
يعني بدون روح حقيقه لا اعلم. يعني الشعار يمكن الكابتن احمد يتذكر هذا الشيء ايام جيل الكابتن احمد وما قبله، كان اللاعب يعني يحترق داخل الملعب. يعني بس ما كانوا في يومهم ابو يزيد مهما كان، لا لن نجد لهم عذر. احيانا اللي انا فهمته، اللي انا فهمته حتى من اللاعبين اللي تواجدوا معنا هنا في الاستوديو، يقول لك ان احيانا اللاعب او المجموعه كامله ما تكون في يومها، يعني ما كانت في الفورم. احنا نتذكر البرازيل على ارضها وبين جماهيرها اخذت 7 من المانيا. ما شوف انا ما عندي مشكله هيبتها وعظمتها، انا ما اتكلم عن النتيجه استاذ بندر، انا ما اتكلم عن النتيجه فقط، انا اتكلم عن الاداء. احنا ما شاهدنا، ما شفنا اي روح عرق احتكاك، ما في، ما كان يعني كانك اول مره يلعبون كوره. هذه مشكله. بعدين في المباراه الثانيه، في المباراه الثانيه حقيقه يعني كان الاداء مخالف، يعني لو كان مخالف تمام 100%، لو كان الاداء اللي شاهدناه امام الاورجواي في مباراه الافتتاح يعني تغيرت امور وقلنا لهم بيض الله وجهكم وكثر خيركم، ممكن حتى معنويا ونتائج تتغير. انا اختلف اخوي فالح، انا اختلف بالنسبه للاداء الاول والثاني نفس الشيء، ما تغير شيء. انت الان انهزمت بخمسه، يعني تفكر المباراه الثانيه انك تنهزم باهداف اقل؟ لا بس المباراة الثانية مع مين تلعب؟ بس أداء يعني مع مين تلعب؟ مهما كان تلعب مع منتخب الأوروغواي. شوف أخوي بندر، أنا شفت المباراة وتواجدت في الملعب، اللعيبة من أساسا ما كانوا مهيئين للمباراة، نزولهم الملعب قبل المباراة، مباراة الافتتاح، مباراة الافتتاح، مباراة الثانية، يعني حتى لما تشوف تسخين، حتى لما تشوف الأداء ما في تفاعل، ما في، تحس إنه الواحد جاي مغصوب إنه يلعب. أنت مهيئ لك أشياء كثيرة وموفر لك أشياء كثيرة وموفر لك الدعم الكثير، حتى التسخين انت ما قاعد تشوف فريق قاعد يسخن. يعني احنا نعرف الحماء او اللعيبه دول يعرفون او المدربين 35 دقيقه هذه لازم يكون فيها حماء، يكون النفس الاول للاعب. فلما نشوف يعني الفتره او المباراه الاولى كنت تسخن 20 دقيقه او 25 دقيقه، يعني ما فيها حتى ذاك الجهد اللي انت قاعد تسويه. ايضا الحراس لما نشوف تسخينهم ما في جديه، ما في حماس، فانت تستغرب الاشياء هذه. انت فريق معسكر وفريق مهيئ لك انك قاعد تقدم اداء افضل. يعني احنا بس ندور النتائج، اني اخسر 5 ولا اخسر 3، لا مو مقياس. العب روح، اخلص، ونتائج بعلم الغيب، ما في مشكله. بس انت حسس انه في ناس قاعده تلعب داخل ملعب. يعني احنا قاعدين نلعب باصين 3 ونرجع ورا، باصين 3 ونرجع ورا. الى متى انت حتلعب الطريقه هذه؟ التفكك بين الدفاع والهجوم، بين راس الحربه بعيد، ما توصل الكرات امدادات. المشكله بندر الفريق كله. يعني انا ممكن استثني المباراة الأخيرة، خليني أقول هتان الشجاع قدر يمرر، قدر يحاول، قدر يشوت. أيضا البليه اللي كان برضو أتوقع أنه هو مستقبل يعني قادم في الكرة السعودية مع هتان بهبري، اللي هم يمكن اثنين هذول اللي ممكن يعني نأمل فيهم بعد الله سبحانه وتعالى شيء كبير. بالرغم من قصر التجربة بالنسبة لهم، الثقة موجودة، ثقة اللاعبين اللي هو البليهي وبالنسبة هتان بهبري كانت موجودة. اختفاء اللعيبه الدوليين اللي احنا كنا معولين عليهم سواء من خط الدفاع او خط الوسط او الهجوم او الحراسه برضو، المنتخب المفروض انه يستفيد من الكره الثابته، للاسف صرنا احنا نسجل فينا من الكره الثابته. يعني جانا خطأين او 3 على 18 ركنيات، ما في اي استفاده بالنسبه من الكرات العرضيه. على مستوى الروح، الدعم المعنوي، الحضور النفسي والذهني بالنسبه لهم في المباراه الثانيه ما تغير؟ ما تشوف انه تغير؟ تحسن للافضل؟ والله شوف، انت تبغى اداء استحواذ بدون نتيجه؟ ما في. انت لو تشوف اخر مباراه لعبت مع المانيا والشوط الثاني مع ايطاليا، يعني فرق معك الشيء، تحس انه في رغبه، في جديه في اللعب، في حماس، في كرات، تمريرات للامام. احنا قاعدين نلعب كوره عرضيه ورا، كوره عرضيه ورا، مستحيل انك راح تسجل هدف. تعليمات مدرب، ما توقع تعليمات مدرب. اذا تعليمات مدرب هذه مشكله وهذه كارثه. احنا المعسكرات تستفيد منها، انا استفيد من الكره الطويله، استفيد من الكره الثابته، اسوي من الفاولات اللي تتواجد على الخط 18 اقدر استفيد منها. يعني فرق زي هذه اذا ما توصلها توصلها بالكره الثابته. يعني امس او قبل امس كان معنا هنا طلال الجبرين، كان يقول اني انا لاحظت سالم الدوسري يتحرك كثير وبعشوائيه، ما كان تحركه منظم. قلت طيب المدرب شايفه اقرب مني منك وعارف وتابعه في التدريبات وتابع المباريات الوديه، يعني اكيد انها تعليمات مدرب. فقال نفس كلامه، قال اذا كانت هذه تعليمات مشكله أنا كبيره. شفت مدرب، انا اشوف مدرب على الخط يعني قاعد يسوي اشياء مستحيله، يعني منصدم في الواقع اللي قاعد يصير للعيبه. انا اتوقع ان نفس المدرب متفاجئ زي ما احنا نتفاجئ، متفاجئ المدرب اللي قاعد يصير. يعني شفت على الخط المره على خط الاحتياط، يعني مستاء جدا من الوضع اللي قاعد يصير. ابو يزيد انا زميلي بندر، يعني اقرا في عيونك كلام. الله يسعدك.
حقيقة يعني أنا أقول لك، أنا بعيدا عن الأمور الفنية، الكابتن أحمد يقول لي لا مستحوذ، لا بالعكس أنا أبغى أقدم مستوى، أنا أعرف إمكانياتي كمنتخب، أعرف إمكانياتي، أنا ما يعني أكون واقعي، ما أقول لك إني بنافس على كأس العالم، على الأقل أقدم مستوى، أنا أبغى أروح. أنا اللي شفناه للأسف الشديد بالذات بتكلم عن المباراة الأولى تحديدا، يعني كأنهم أول مرة يلعبوا كرة قدم. أنا أحترم الكباتن وكلهم على رأسي وكلهم خدموا الوطن، لكن اللي قدموه في المباراة الأولى أعتقد لا يوجد له أي تفسير إلا أن اللاعبين كانت الروح عندهم معدومة. فلذلك أنا أحمل الاتحاد السعودي صراحة يعني بدون مجاملة، هو من يتحمل المسؤولية، هو من تعاقد مع المدرب، هو من يعني خطط المعسكر، هو من جهز اللاعبين. إذا كان التجهيز النفسي للاعبين بهذه الطريقة، إذا كان مشكلة كما ذكر الكابتن أحمد نفسية، أعتقد يتحملها. لكن لما يطلع لي مثلا الدكتور عادل عزت بعد المباراة تحديدا، وباقي عندك مباراتين يعني في كأس العالم، وتجي ويعني تتخيل اللعيبة اللي يعني أنا ما يعني تتحدد أسماء بعينها، يعني انت تتكلم عن منتخب كامل 11 لاعب اساسي والبقيه احتياط، تجي وتحدد اسماء. اعتقد هذه كانت سقطه من الدكتور عادل عزت، يعني لم يراعي المباريات المتبقيه، لم يراعي الامور النفسيه، كم بامكانه يعترف بالخطا سواء هو او اي شخص اخر يتحمل المسؤوليه، مثل ما شاهدنا مع المستشار عندما اعلن تحمل المسؤوليه رغم انه لم يكن هو صاحب يعني القرار المباشر. يعني لنعرف ان الاتحاد السعودي هو المرتبط بالمنتخب السعودي، فتجي دكتور عادل عزت وتحط ما تبقى لدى اللاعبين من امور ومن اصلا معالي المستشار قال انا اتحمل مسؤوليه، وفي الواقع هو ما يتحمل مسؤوليه. صحيح. لان ابو ناصر رايته بيضة كفه ووفى، بيض الله وجهه على كل شيء قدمه للرياضه السعوديه. الدور كان على اللاعبين داخل الملعب في المباراه الاولى وحتى في المباريات الثانيه. هو من باب الشجاعه، من باب انه يخفف الضغط عليهم، قال اني انا اتحمل مسؤوليه. لكن المتمعن في مشهد الرياضي السعودي صحيح ابو ناصر. طيب هل اللعيبه ما في شيء صغير وكبير ما وفر لهم؟ هل اللعيبه حسوا بشيء هذا للاسف؟ يعني المشكله يعني تخيل استاذ بندر، يعني حتى زي ما ذكرت مستحقات اللاعبين اللي لهم 3 و4 سنوات ما اخذوها، قبل كاس العالم كلهم اخذوها، عقودهم جددت، ما في ولا لاعب جدد الا لاعب ما يرغب في التجديد، فما اعتقد كان لهم عذر ابدا. من يجد لهم عذر؟ اعتقد لن يجد لهم عذر. خليكم تريحون شوي. نريح، نحب نريح ضيوفنا. والله اذا في قهوه شاي قهوه عربيه، قهوه عربيه على اللبس بعد. طيب احنا عندنا فاصل قصير وراجعين، وقفه قصيره نتابع فيها لقطات عامه للعاصمه الجميله موسكو، وبعدها راجعين. حياكم الله متابعينا من جديد. نعود لضيفينا احمد بن نصيب وفلاح القحطاني. كابتن احمد، الان مباراه من مصر كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها خلاص، انت ومصر برا المنافسه وبرا البطوله. يعني اتمنى من المدرب اشراك اللعيبه اللي يعول عليهم، اللي ممكن نشوفهم بتصفيات اسيا، مشاركات اسيا. اتمنى من المباراه هذه الناس اللعيبه المتواجدين اللي خلينا نقول نثق فيهم، واللي ان شاء الله انهم بيكونون هم قد المسؤوليه، يعطيهم الفرصه. متوقع مباراه مفتوحه؟ والله شوف، هي مباراه للتاريخ. مباراه صحيح. تسجل للتاريخ كاس عالم. نعم. فهي تسجل للتاريخ، فاتوقع انها بتكون مفتوحه. فريق مصر برضه يبغى يظهر 3 نقاط، وانت تبغى تظهر 3 نقاط. بس انا عندي ان شاء الله انه يكون المستوى مشرف، يكون ختامها مسك على الاقل، يعني نطلع بشيء يشرف الكره السعوديه في المباراة الأخيرة. نستمتع بهالمباراة ما يمنع، لكن نحرص على النتيجة، على تسجيل حضور، مستوى ونتيجة. إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله إنه اللعيبة حسوا في المسؤولية. يعني أنت طبيعي المدرب ما يقدر يغير 5 6،
ممكن المدرب عنده تكتيك معين، فاتمنى انه زي المجموعه اللي ما اخذت فرصتها من اللعيبه الكويسين اللي نطمح انهم ان شاء الله يكونون هم يحملون الشعار الوطن في التصفيات القادمه، اتمنى انها تكون مباراه ان شاء الله طيبه وتكون ختامها مسك وانه نطلع بنتيجه مشرفه. مباراه مصر فلاح أنا أختلف سهله صعبه؟ اختلف مع الكابتن. كيف نتعامل معها؟ طبعا شوف بالنسبه لمباراه مصر انا الان اعتبرها من اهم المباريات صراحه، حتى وان كانت يعني لم يعد لنا امل لا احنا ولا مصر، لكن لما نقول من اهم المباريات لان فعلا زي ما ذكرت مباراه للتاريخ، مباراه لما تسجل 3 نقاط في كاس العالم يعني حتصبح يعني ذكرى جميله، الاهداف اللي حتسجلها حتسجل باسم المملكه العربيه السعوديه، اللاعبين اللي حيسجلون الاهداف، الاداء اللي حنشوفه، الصوره اللي موجوده اللي ظهرت يعني او اللي كانت بالذات المباراه الاولى، لابد على اللاعبين ان يغيروا هذه الصوره خلال مباراه مصر، اعتقد مباراه مصر حتكون فرصه تاريخيه للابداع من خلال الاداء اللي احنا ننتظره ونطمح له. طبعا المباراه ما في شك انها صعبه، منتخب مصر منتخب قوي يعني يكفي ان يضم لاعب مثل الكابتن محمد صلاح. طبعا الكابتن محمد صلاح على فكره سلبندر حطم الرقم او خلينا نقول هدف عبد مجدي عبد الغني اللي كان كل فتره وفتره، الان خلاص ما عاد فيه ممكن، فان شاء الله محمد صلاح ما يسجل في مباراتنا، لكن ان شاء الله نرى ان شاء الله باذن الله اللاعبين السعوديين يقدمون اداء عالي. انا اعتقد المدرب لو تعامل مع المباراه بشكل صحيح، انا اختلف مع الكابتن احمد من ناحيه منح الفرصه للاعبين، لا بالعكس المباراه هذه اعتبرها مهمه جدا، يعني مباراه التاريخ، العب باللاعبين الاساسيين اللي ممكن يعني يعطونك في المباراه، كذلك اللي ممكن يخدمون خطتك، والتبديلات متاحه عندك اذا اردت التغيير ان شاء الله. انا الله يوفق منتخبنا، مو انت اعطيتهم فرصه في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، ف يعني بالنسبه لي انا لحيه المنتونادي يعني انه نفس اللعيبه ما قاعدين تحس انه بس كان في تغييرات يا كابتن احمد. المباراه اللي راحت 4 لعيبه تغيروا يعني في المباراه الاخيره. طيب انت وش يفرق انك الان برضو تضخ دماء جديده تحيي المنتخب ميت، انت لازم تحييه بالوجيه الشاب اللي موجوده عندك. انت واضح احمد ان حتى المباراه الثانيه ما اقنعوني بالنسبه لي انا ايه؟ بالنسبه اللي قاعد اشوفه ومن الدعم ومن المعسكرات ومن الشيء اللي مؤهلهم ما اقنعوني صراحه. يعني انا اللي قاعد اشوف المنتخب ما قاعد اتوقع انه جاي بس كمشاركه، لكن كأداء وكفعالية لا، ما أتوقع أنه هذا طموحنا اللي احنا نطمح له كالكرة السعودية، كتواجدنا في كأس عالم بعد فترة طويلة نطلع بالصورة هذه، ما يعني مين مشرفة بالنسبة لي. بس لو قارنت كابتن أحمد المباراة السابقة مع المباراة الأولى في فرق كبير، يعني احنا أنا صحيح أنا معك أنا قلت ميدك أنا الخمسة هي يمكن سببت الرهبة شوي أنه أنا أخسر 2 أو 3، فانت ليش يصير عندك طموح الهزيمه والخساره؟ بس انت شوف مباراه الاورجواي لو تلاحظ قبل الهدف احنا كنا افضل، احنا كنا قريبين من التسجيل. كم وصلت باب الاورجواي؟ وصلت لهم كم مره؟ لا كثير وصلنا. وصلت باب الاورجواي انا بالنسبه لي كاداء بالنسبه لي مقنع جدا. لكن والله بالنسبه لي انا اقول لك اتكلم تتكلم بلغه فنيه، انا اتكلم بلغه عربيه. اي انا اتكلم بنظره فنيه انه عندهم ما زال عندهم الكثير، هذا اللي انت اللي مزعلك ان المنتخب عنده شيء كثير يعني، فحرام انه يبخلون علينا ان شاء الله في بطوله عالميه زي كذا. طيب نذكركم بنتائج مباريات اليوم 3 مباريات في دور المجموعات لمونديال روسيا. البرازيل تغلبت على كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء في الوقت القاتل، واطاحت بكوستاريكا خارج المونديال. في المباراة الثانية نيجيريا فازت على ايسلندا بهدفين مقابل لا شيء، جددت امالها نيجيريا في التأهل للدور الثاني دور 16. وسويسرا تغلبت على صربيا في الثواني الأخيرة من المباراة، سويسرا تقترب من التأهل إلى دور 16 في المونديال. 3 مباريات في دور المجموعات لهذا اليوم. في لقطة اليوم ظهرت لي نيمار بعد الفوز وهو يبكي. أنا كان ودي أتكلم عنها. تفضل. يعني زي نيمار راجع من إصابة، لاعب يملك الملايين يملك السمعة الكبيرة، جاب هدف ثاني اللي هو هدف التعزيز. من الفرحة شوف اللاعب قاعد متأثر من فرحة إنه قاعد يقدم البلد شيء، وقاعد يبكي من دموع الفرح. هذا دموع إنه واحد حاس بالمسؤولية، واحد راجع من إصابة، لاعب عالمي، لاعب محافظ على نفسه. فأتوقع أنه هذا أتمنى أن يكون هذا مثال يعني للعيبة اللي احنا قاعدين نشوفهم. قبل كم يوم شاهدنا أيضا مارادونا بعد الثلاثية الكارثية بالنسبة للأرجنتين،
برضو منصدم يعني من الواقع، كان يذرف الدموع. نعم كان، والغريب في البطولة هذه انه لو تلاحظ الاهداف كلها في الوقت البدل الضايع. يعني هنا يكون هنا عدم التركيز دائما واللياقة تكون تخذل بعض المنتخبات. نسمي هذا المونديال مونديال الدقائق الأخيرة أحمد. طبيعي أهداف كثيرة احنا قاعدين نشوفها يعني من يوم بدأ المونديال واحنا قاعدين نشوف أهداف ومفاجأة في النفس الأخير. أبو يزيد مستمتع مع الأغاني والهزيج اللي عندنا هنا، ها؟ شوي موقعنا كيف فلاح؟ ما يحتاج بس مين ها؟ بس باقي بس القهوة بس بعد عيش الأجواء. عيش الأجواء. عيش استمتع استمتع في موسكو أبو يزيد. يعني أنا سعيد جدا الحقيقة يعني تواجدنا على فكرة البعثة السعودية أو الإعلامية أو خلينا نقول البعثة السعودية بشكل عام يمكن ثاني أكبر بعثة في المونديال، يمكن تقريبا 2400 شخص تقريبا حسب الإحصائيات اللي وردت في بعض الصحف أو التقارير، أعتقد عدد كبير جدا. 2400 لا 10,000 لا أتكلم لا أترك الجمهور أتكلم عن العدد الكلي 10,300 بس أتكلم عن الإعلاميين واللاعبين القدامى تقريبا حوالي 1400 تقريبا، يمكن الجمهور تجاوز 10,000 لكن أنا أقول يعني لم يعني تحدث في تاريخ المملكة العربية السعودية، وهذا بالعكس يعني زي ما ذكرت أنت في بداية حديثك زميلي بندر مع المستشار وهيئة الرياضة بشكل عام أنصفوا الجميع، يعني قدموا الدعوة للجميع، الجميع حضر هنا، يعني قد يكون هناك البعض لم تخدم ظروفه أو كذا وما حضر، لكن الجميع الغالبية حضروا واستمتعوا وشاهدوا منتخب بلادهم وكانوا يمنون النفس بأداء أفضل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله بإذن الله إحنا في المملكة العربية السعودية يعني نفتخر ان احنا وصلنا كاس العالم 5 مرات، وان شاء الله يعني مع الخطط القادمه باذن الله راح يكون لنا امل ان شاء الله الحضور في بعض الدويلات الصغار يا استاذ بندر، يمكن حتى المونديال ما شافوه يمكن بس في التلفزيون عبر يسمعون فيه يمكن بعض القنوات الداعمه للارهاب او كذا، هذولا يعني نتركهم على جنب، لكن احنا في المملكه العربيه السعوديه ما عندنا مشكله، لما المملكه مثلا او المنتخب السعودي يخسر بخمسه ويخرج بعض المذيعين في بعض القنوات اللي يمكن الجميع شاهدها فرحة عارمة يعني تشفي لا أعلم يعني ما هي الأسباب ما هي الأهداف، مرض ولكن هذا مرض الحسد مرض، ولكن سيظلون إن شاء الله مرضى بمرض يعني جنون أو خلينا نقول كرة القدم السعودية اللي راح يشرت تطور في قدمها. هؤلاء الكارهون والحاسدون لكل ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أنت تفتخر أنك سعودي حقيقة لما أنت تشوف الناس تقديرهم لك، تشوف حضورك، تشوف العالم تسأل عن المملكة العربية السعودية، عن التواجد كسعودي، يعني بالفعل تشعر بالفخر لما تحمل الجواز الأخضر، لما أنك ترتدي زي السعودي وتمشي والناس تعرف أنك من المملكة العربية السعودية. شاهدنا يمكن حتى يعني وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة وزعوا بعض الهدايا مشكورين لبعض الجماهير اللي كانوا مهتمين بالمنتخب السعودي، صحيح. وهذا شيء يعني يسعد الفخر. أنا على فكرة حتى لما كنت المباراة الأولى هذا ذكر موقف، انا كنت لابس تيشيرت المنتخب السعودي وهذه حدث معي شخصيا، احنا طالعين المباراه كان في مشجع برازيلي كان يرتدي شعار البرازيل، فجاني تعرف ما شاء الله اللغه عندي ممتازه ممتازه ما يحتاج ايوه، فبلغه الاشاره من هنا ومن هنا فهمت انه يبغى تيشيرت المنتخب السعودي، طبعا انا ما كنت لابس له، قاعد اقول له وش شلون الحين انا بمشي؟ قال لي لا انا بعطيك حق تيشيرت البرازيل، فبالفعل هديت له، يعني انا نظرت له من باب اني يعني قاعد ما دام الرجل هو طلب بنفسه هذا الشيء وهذا فخر لنا احنا كسعوديين، لما يجيك مشجع برازيلي يعني بطل كاس العالم اكثر من مره ويعني يريد اقتناء شعار المنتخب السعودي هذا شيء يسعدك، بالعكس قدمت له بكل روح ومحبه هذا التنوع الثقافي اللي نتكلم عنه، التنوع الشعبي، التنوع العرقي، التنوع حتى على مختلف الشعوب، الاحتكاك، التواجد ابو يزيد شيء جميل صحيح، والمجتمع السعودي مجتمع منفتح جدا على كافه المجتمعات، صحيح. شاهدنا حتى القهوة العربية يا أستاذ بندر في الكرمين يعني في الساحة كانوا مجموعة من الشباب السعوديين لابسين والكليجة القصيم كانت حاضرة، التمر كانت حاضرة، القهوة سكري، كانوا فعلا سعيدين بهذا الشيء، يعني أنت كمواطن أيا كنت أيا كان موقعك ترى أنت قاعد تقدم رسالة، قاعد يعني تقدم رسالة عن المملكة العربية السعودية، عن الثقافة، عن الحضارة، عن يعني اللي قاعد توصل للناس أن هذا هي المملكة العربية السعودية، هذه أخلاقها، هذه هؤلاء هم مواطنيها، هؤلاء هم من يحمل، فاحنا والله الحمد نفتخر نحن كسعوديين نجد التقدير والله الحمد من جميع الشعوب سواء كانوا يعني الروس او غيرهم، فهذا دليل على الحمد لله مكانتنا في العربية السعودية التي كانت ولا زالت وستظل باذن الله يعني شامخة الى حد عنان السماء. من يوم جيت موسكو كم مرة لبست ثوب شباب؟ 3 مرات. كم صورة صوروا معك؟ بصراحة أنا وأنا جاي البرنامج خطفت الأضواء وأنا جاي البرنامج يعني يمكن أكثر من 20 دقيقة
كل يعني الواحد ما وده يعني عشان كذا تاخرت علينا اي تاخرت شوي احيانا الواحد يحس نفسه انه يعني احمد الحين يفكر بكره يلبس ثوب ايش ما أيوة لا راحت عليك بعد بعد الموجودين في المخر بركه صراحه الزي السعودي في موسكو يعني عامل عمايله صراحه القهوه الكليجه الامور اللي متعودين عليها اثبتنا اليوم انه احنا كعرب كسعوديين متواجدين في المحافل العالميه النتائج في علم الغيب دائما تسير لكن الحمد لله انه طلعنا بصوره مشرفه الجمهور اللي حاضر الحشد الجماهيري اللي موجود يعني ما حصل في تاريخ الكره السعوديه هذا يدل على انه الحمد لله دولتنا بخير وقادتنا بخير صحيح والدعم الكبير ان شاء الله للنهوض ولتوجه المنتخب السعودي او حتى كافه القطاعات الرياضيه كافه الالعاب ان شاء الله مقبله على نقله نوعيه تطور كبير دعم كبير لا محدود ومشروع رياضة وطن بالضبط على كافة الألعاب صحيح. لا نتكلم فقط عن كرة القدم صحيح عن جميع الرياضات صحيح احنا نشوف الفترة الجاية فيها معالي المستشار غير الكرة السعودية ونقل الكرة السعودية إلى نقلة يعني خلينا نقول تاريخية في فترة بسيطة تقريبا 7 شهور أو 8 شهور ففي تطور كثير في الرياضة السعودية في جميع الألعاب في دعم متواصل فيه متابعة مستمرة من معالي المستشار اللي يشكر عليها واللي قاعد يسهر ليل ونهار من اجل خدمه الوطن وخدمه الرياضه العربيه والسعوديه. يكفي ان نشاهد صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى مهتم بالرياضه السعوديه دعم سخي شاهدناه ولمسناه في واقع لتسديد جميع دول الانديه السعوديه فتح المجال للنجوم العالميين اللي ممكن يحضرون مدربين طبعا في الدوري السعودي ايضا حضور ولي العهد بنفسه في مباراه الافتتاح كانت رساله جميله في اهتمام المسؤولين القياده الرشيده بهذا الرياضه السعوديه ان شاء الله راح يكون مع الدعم ايضا ومع العمل اللي يقوم به مع المستشار الهيئه العامه للرياضه بشكل عام نعتقد ان شاء الله زي ما ذكر الكابتن احمد وزي ما ذكرت اخوي بندر احنا مقبلين على رياضه سعوديه مختلفه قد تكون البعض مستعجل النتائج قد لا تظهر النتائج في هذا الوقت الحالي لكن احنا متاكد انا اثق تمام الثقه باذن الله ان احنا في قادم السنوات وتحديدا قريبا ان شاء الله في كاس اسيا 2019 ان شاء الله راح نلمس النتائج ونقطف النتائج وراح تعود الكره السعوديه الى زعامه الكره السعوديه كما كانت في السابق وستظل باذن الله تعالى. قبل ما نختم حلقتنا نذكركم بمباريات الغد غدا ان شاء الله 3 مباريات منتخب بلجيكا يواجه منتخب تونس في 3 عصرا في 6 مساء كوريا الجنوبيه تلاقي منتخب المكسيك والمانيا امام السويد في 9 مساء في مواجهه مثيره ومرتقبه لكافه الجماهير ستتابع مباراه قويه في 9 مساء وصلنا نهايه حلقتنا سهرتنا لهذا اليوم كل الشكر لضيفينا الكابتن احمد بن نصيب يعطيك العافيه كابتن الله يعافيكم مشكورين على الاستضافه وان شاء الله نقول القادم افضل باذن الله سبحانه الله يحييك ايضا كل الشكر للزميل العزيز فلاح القحطاني الاعلامي الرياضي بيزيد شكرا لك حياك الله ابو نواف انا سعيد جدا في ظهوري في موسكو عبر قناه الوطن هذا الله يحييك شرفتنا وكل من يتواجد معنا في هذا الاستوديو غدا ان شاء الله يتجدد الموعد في 10 مساء حلقه جديده من المونديال